كل الشكر للكابتن أسامة حسني وضيفيه الكريمين الكباتن كابتن محمد حشيش ودكتور أحمد ثابت. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، متابعي شاشة قناة الأهلي، وموسم جديد من مواسم الأشبال وموسم الناشئين، وأمل جديد وإصرار جديد، أمنيات يسعى الفريق لجعلها واقع يعيشه الجميع. النادي الأهلي مواليد 2005، بطل الجمهورية في الموسم السابق بأرقام قياسية وحاجات كانت جميلة جدا الحقيقة قدمها هذا الفريق في الموسم الماضي مشاهدينا الأعزاء، وكان حسم بطولة الدوري ولقب دوري الجمهورية قبل نهاية يعني البطولة بسبعة جولات كاملة الحقيقة. النهاردة طموح جديد وأمل جديد يدخل به اللاعبين طبعا ومديرهم الفني علاء عبده اللي كان حقق زي ما قلنا اللقب في الموسم الماضي، وإن شاء الله رب العالمين يقدموا لنا موسم متميز كما هي عادة هذا الفريق المتميز مشاهدين الأعزاء، وكما هي عادة النادي الأهلي بصفة عامة. يعني موسم استثنائي للنادي الأهلي في الموسم الماضي، وشفنا الاحتفالية والاحتفال الكبير طبعا اللي كان موجود في التتش في النادي الأهلي، والاحتفال بكل الفرق الرياضية، فريق الأول لكرة القدم وقطاعات الناشئين، وأيضا الألعاب الجماعية زي الطايرة وزي السلة واليد، ويعني كان موسم استثنائي فعلا للنادي الأهلي وحاجة جميلة جدا مشاهدينا الأعزاء. والنهاردة بإذن الله رب العالمين يعني بنتوقع ان احنا نشوف ماتش ممتع وماتش جميل جدا من هؤلاء النجوم اللي موجودين في ارض الملعب. طاقم الحكام امامنا مشاهدينا الاعزاء كابتن هيثم عثمان، خالد حسام، طه، احمد عبد الغني، وامامنا طبعا بقى يعني السلام ما قبل بدايه احداث هذا اللقاء مشاهدينا الاعزاء، ونتمنى يعني ان احنا نستمتع بالاجواء الجميله دي. هنقول لحضراتكم تشكيل الفريقين ونستعرض مع حضراتكم تشكيل الفريقين في مباراه اليوم. النادي الاهلي لحراسه المرمى حازم جمال، محمود وحيد واحمد عابدين اثنين مساكين، يوسف عبد الحفيظ وامير علاء، ومعاهم في وسط الملعب احمد وحيد، فارس خالد، احمد خالد كباكا، محمد رأفت وعمرو خالد، ومحمد عبد الله في المقدمه. على الجانب الاخر نادي بلديه المحله اللي بنبارك له عودته من جديد للدوري الممتاز مشاهدينا الاعزاء، كابتن حاتم العوضي اختار تشكيل مكون من اسلام محمد لحراسه المرمى، اثنين مساكين عطيه عوض، محمد حمدي، اسامه اشرف ناحيه اليمين، احمد كارم ناحيه الشمال، ثلاثي في وسط الملعب كريم فرغلي ومحمد ياسر وعلي الامام. حاملي الامال الهجوميه في مباراه اليوم محمد سعد ومحمد حشيش وعبد الله سعد. نتمنى ان احنا نشوف ماتش متميز وجميل، وادي قراءه الفاتحه بقى ما قبل بدايه احداث هذا اللقاء وبدايه الموسم، وإن شاء الله رب العالمين يكون موسم جميل وموسم موفق يعني وأفضل كمان مما تحقق في الموسم الماضي، رغم أن الموسم الماضي زي ما قلنا لحضراتكم يعني حققوا اللقب برقم قياسي كبير جدا في عدد النقاط وقبل نهاية البطولة بسبع جولات، وأداء متميز وتصعيد لاعبين للفريق الأول بشكل جميل الحقيقة من فريق 2005 زي ما قلنا لحضراتكم. هي لحظات قليلة ونبدأ مع حضراتكم أحداث هذا اللقاء اللي بينتظروا عشاق ومحبي كرة القدم والمهتمين طبعا بدوري الناشئين وعشاق وجماهير النادي الأهلي. جماهير النادي الأهلي دايما هي السند وهي الداعم الحقيقي الحقيقة في ظهر الكيان، في ظهر بطل القرن النادي الأهلي، واللي دايما أيضا بيفرح جمهوره. ادي بقى المساعدين بيطمئنوا على ملعب المباراه والامور دي، وامامنا اللعيبه بقى والكابتن طبعا علاء عبده والتعليمات للاعبيه ما قبل بدايه بقى قبل لحظات من ضربه البدايه لاحداث هذا اللقاء مشاهدينا اللي لا زلنا بننتظرها. النادي الاهلي مواليد 2003 بالمناسبه، الجوله الماضيه كان حقق الفوز على بلديه المحله 1-0 بهدف كان سجله اللاعب عبد الرحمن شريف في الدقيقه 40 على ملاعب النادي الأهلي بمدينة نصر مع مديرهم الفني محمد شرف. النهاردة النادي الأهلي أيضا يلتقي بلدية المحلة ولكن 2005. هي لحظات قليلة ودي الصور التذكارية الجميلة اللي بتكون ذكرى جميلة وذكرى جيدة للمباراة مشاهدينا الأعزاء ولهؤلاء النجوم اللي بإذن الله رب العالمين يكونوا نجوم كبار جدا في عالم كرة القدم المصرية، ونشوفهم بقى مع الفريق الأول للنادي الأهلي وأيضا مع المنتخب الوطني والدنيا تبقى زي الفل. نتمنى بقى ان احنا نشوف موسم جديد على كل شيء، يعني موسم مميز. الكلام على الدوري المصري الممتاز ان شاء الله رب العالمين، هناك بعض الاخبار لعوده الجماهير بالساعه الكامله والمطالبات، والامن باذن الله رب العالمين يوافق والامور تبقى زي الفل،
الحقيقة القيادات الأمنية المصرية يعني حاجة محترمة جدا، وقادرين بإذن الله على أنهم يسمحوا بعودة الجمهور مرة أخرى لملاعب كرة القدم المصرية، علشان بقى نرجع ونشوف بقى الدوري المصري بشكل جيد وبشكل جميل مشاهدينا الأعزاء في القادم من يعني الأيام. هي لحظات ونبدأ مع حضراتكم المتعة والإثارة والندية اللي نتمنى أنها تكون موجودة النهاردة في مباراة اليوم مشاهدين الأعزاء. ودي حكم اللقاء بيشاور لمساعديه بقى كابتن هيثم عثمان، وبسم الله وعلى بركة الله هنبدأ مع حضراتكم. وبالفعل بدأنا المباراة. ادي كرة تتلعب على طول أمامية، وادي بقى الكرة الأولى للنادي الأهلي، وادي كرة ملعوبة حلوة على حدود منطقة الجزاء، لاعبي الأهلي دخلوا بسرعة في الجيم، وادي كرة ملعوبة حلوة في الوسط كده مشاهدينا الأعزاء عند أحمد خالد قباقة، توصل هناك ناحية الشمال عند اللاعب أمامنا فارس، تعود في الخلف مرة تانية، ثلاث أربع نقلات كده في وسط الملعب، أحمد وحيد ليوسف عبد الحفيظ، أدي يوسف عبد الحفيظ ماشي، لعيب متميز جدا هو كابتن الفرقة النهاردة، بيلعب الكرة لمحمد عبد الله ناحية اليمين، محمد عبد الله بيلمس الكرة كده في وسط الملعب، وأدي الانطلاقة أمامنا من أحمد وحيد اللي بيلعب كرة أمامية خطيرة، وأدي اللمسة بقى على حدود منطقة الجزاء في اتجاه اللاعب محمد رأفت، إنما بيطلع دفاع بلدية المحلة. إذن هي بداية جيدة، بداية ضاغطة كده من لاعبي النادي الأهلي، يبحثوا سريعا عن الهدف الأول وتشكيل بقى الخطورة والسيطرة على الأمور في مباراة اليوم، وأيضا إيصال رسالة للاعبي بلدية المحلة إن الأهلي النهاردة نازل وهو عينه على الثلاث نقاط، وأيضا تقديم أداء متميز جدا في مباراة اليوم من أجل بقى يعني افتتاحية الموسم، وافتتاحية تكون جيدة وافتتاحية تكون مميزة. الفوز دايما بيجيب فوز، وعلشان كده النادي الأهلي النهاردة يسعى لأول ثلاث نقاط في بإذن الله الأسبوع والجولة الأولى. هذه كرة ملعوبة هناك ناحية اليمين، ومحاولة في هذه اللحظات لعمرو خالد اللي بيلعب كرة عرضية، لكن بقى دفاع بلدية المحلة عن طريق اللاعب محمد حمدي بيطلعوها. ترجع الكرة مرة تانية هنا ناحية اليمين يوسف عبد الحفيظ اللي بيعيد الكرة في الخلف مرة أخرى مشاهدينا الأعزاء عند اللاعب محمود وحيد لأحمد وحيد، أدي أحمد وحيد أهو بيلعب الكرة الأمامية الحلوة، وأدي الاستلام والكرة بقى البينية الحلوة من فارس خالد بيلعبها لمحمد رأفت ناحية الشمال، ومحاولة كده على حدود منطقة الجزاء، ولكن على طول مقطوعة الكرة وترجع مرة تانية إلى بلدية المحلة كريم فرغلي، وتتلعب الكرة مرة تانية وتصل إلى خارج الملعب، وطلعت وبقت ركلة أو رمية تماس من ناحية الشمال لصالح نادي بلدية المحلة. نادي بلدية المحلة اللي هو واحد من الأندية العريقة في كرة القدم المصرية، كان تأسس عام 1931 هذا النادي الحقيقة، وقدم نجوم كتيرة جدا وكبار جدا لكرة القدم المصرية. أدي كرة ملعوبة محمد عبد الله بيعدي وماشي من ناحية اليمين محمد عبد الله، وبيلعب كرة بينية حلوة لعمرو خالد اللي بيلعب كرة عرضية. عمرو خالد بيعمل كرات عرضية متميزة جدا الحقيقة النهاردة، وتعود الكرة مرة تانية، وأدي الاستلام من اللاعب أحمد وحيد ترجع له مرة تانية، بيستلمها من كباقة لأحمد وحيد، وأدي الكرة ملعوبة الأمامية على حدود 18 كده، فارس خالد لأحمد وحيد لكباقة، سيطرة للنادي الأهلي وحصار كده للدفاعات فريق بلدية المحلة في مباراة اليوم، وأدي كباقة بيلعب الكرة العرضية الخطيرة جدا، وأدي المحاولة بقى ولكن تدخل في توقيت مناسب الحقيقة من محمد سعد مدافع نادي بلدية المحلة، وبيطلع الكرة إلى خارج الملعب علشان تبقى ركلة ركنية للنادي الأهلي من ناحية اليمين. ركلة ركنية للأهلي مشاهدينا في كل مكان متابعينا الأعزاء. الركلة الركنية للنادي الأهلي، والمباراة متوقفة، يبدو أن في بعض كده الشد والجذب داخل منطقة الجزاء من اللاعبين، وبالتأكيد حكم اللقاء كابتن هيثم عثمان بيفض الاشتباك وبينبه عليهم محدش يستعمل إيديه. ودي كرة عرضية خطرة جدا، وترجع الكرة كباك على شمال، وتصويبة قوية وإلى خارج الملعب، وتطلع وتبقى ركلة ركنية. إنما بداية جيدة من النادي الأهلي الحقيقة في مباراة اليوم مشاهدينا الأعزاء، زي ما حضراتكم شايفين حصار لنادي بلدية المحلة على حدود منطقة الجزاء، هم سيطرة على مجريات الأمور على المستوى الهجومي، ودي ركلة ركنية مرة تانية يعني في أقل من دقيقة كده للنادي الأهلي اتنين ركلة ركنية. أدي بقى هنا أمامنا الركلة الركنية المرة دي من ناحية الشمال بعد ما اتلعبت من الجانب الأيمن من ملعب المباراة مشاهدينا الأعزاء، وأدي بقى زحمة يا دنيا زحمة داخل منطقة الجزاء، هل بقى نشوف واحد من النجوم يستطيع ان هو يقتنص هذه الكرة؟ وأدي الكرة العرضية الملعوبة على الأيمن قريب، ولسه الهجمة، وترجع مرة تانية محمد عبد الله تصويبة، إنما تمر كده تتهادى إلى خارج الملعب وتطلع، وتبقى هنشوف بقى ركلة مرمى أو الركلة الركنية، يبدو أنها لمست حد كده من لاعبي بلدية المحلة، وأدي الركلة الركنية الثالثة، أدي الركلة الركنية الثالثة في مباراة اليوم للنادي الأهلي مشاهدينا في كل مكان. ركلة ركنية الأهلي هي رقم ثلاثة، وإحنا لسه بنلعب في الدقيقة أربعة من عمر أو الدقيقة الخامسة، دخلنا في الدقيقة خمسة من عمر وأحداث الشوط الأول من هذا اللقاء، وأدي أمامنا كابتن هيثم عثمان بيتكلم مع اللعيبة، وهنشوف بقى الركلة الركنية
الركله الركنيه للنادي الاهلي من ناحيه اليمين بتتلعب على طول عرضيه عاليه خطره، وادي اللمسه الراسيه بقى انما المره دي تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركله مرمى في مباراه اليوم. يوسف عبد الحفيظ امام حضراتكم ولعبه وتمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركله مرمى لصالح نادي بلديه المحله في مباراه اليوم اللي لسه ما فاقوش من الصدمه لحد دلوقتي والضغط اللي عملوا عليهم لاعبي النادي الاهلي في مباراه اليوم. ادي طبعا اللعيبه راجعين بعد الركله الركنيه والكره اللي اتلعبت الراسيه كده اللي مرت فوق عرض الحارس اسلام محمد حارس مرمى نادي بلديه المحله. ترجع الكره من محمد عبد الله بيلعبها في اتجاه محمد رأفت وادي محاوله مره ثانيه انما بيطلع دفاع البلديه والكره الملعوبه الاماميه من يوسف عبد الحفيظ. ترجع الكره مره ثانيه في وسط الملعب مشاهدينا الاعزاء وفاول لصالح بلديه المحله في مباراه اليوم للاعب محمد سعد اللي كان طلع فرصه في منتهى الخطوره اللاعب ده الحقيقه وهي كانت اول ركله ركنيه في المباراه. فاول لنادي بلديه المحله بيحاولوا طبعا بقى ان هم يهدوا اللعب في ارض الملعب بعد الضغط اللي عملوا عليهم لاعبي الاهلي في الخمس دقائق الاولى من عمر احداث هذا اللقاء مشاهدينا الاعزاء. لاعبي المحله بقى يبداوا ياخدوا نفسهم ويرتبوا امورهم وادي بقى الكوره للاعب محمد حمدي. محمد حمدي وادي حضور طبعا في ملاعب النادي الاهلي. الكره تتلعب على طول اماميه وتوصل هناك ناحيه اليمين والمحاوله في هذه اللحظات ولكن فاول لنادي البلديه. فاول لنادي البلديه على اللاعب محمود وحيد من ناحيه اليمين مشاهدينا الاعزاء. لاعبي النادي الاهلي اللي بيتواجدوا في ملاعب الاهلي مشاهدينا لمتابعه احداث هذا اللقاء. تتلعب الكره عرضيه عاليه خطره جدا وادي اللمسه الراسيه منتهى الخطوره منتهى الخطوره الراجل لوحده محمد ياسر ولعبها ولكن تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركله مرمى. ادي بقى الركله الحره اتلعبت بشكل كويس قوي. شوف الراجل شوف الراجل وطالع ولعبها ولكن تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركله مرمى قبل اللاعب احمد عبدين اخذها اللاعب محمد ياسر لاعب نادي بلديه المحله وفرصه كبيره جدا ضايعه في اللقطه الماضيه مشاهدينا الاعزاء. ترجع الكره مره ثانيه ادي الهجمه للنادي الاهلي وكره في وسط الملعب استلام بشكل جيد من اللاعب محمد رأفت اللي بيفتح الملعب هناك ناحيه الشمال مره اخرى مشاهدينا للاعب محمود وحيد اللي بيتقدم وماشي وادي بيسند على طول على اللاعب احمد وحيد في وسط الملعب. احمد وحيد احمد بيلعب الكره الاماميه محمد عبد الله لاحمد وحيد وتوصل الكره لكباكا. ادي المعلم كباكا اهو معلم بقى في وسط الملعب وحاجه محترمه جدا هذا اللاعب الحقيقه. ترجع الكره مره ثانيه من احمد عبدين وتتلعب في وسط الملعب للنادي الاهلي امير علاء. محاولات من فارس بيلعب الكره الوحيد لفارس مره ثانيه ادي فارس فارس بيلعب الكره البينيه الخطره وادي بقى المحاوله والتصويبه حلوه التصويبه الحلوه الحقيقه اللي بتصحصح الدنيا وكره جميله جدا والى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركله مرمى انما لف وسطه بشكل متميز جدا محمد عبد الله وصوت تصويبه حلوه قوي ولكن تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركله مرمى في مباراه اليوم لصالح نادي بلديه المحله في احداث هذا اللقاء. ويعني فرصه كبيره جدا للنادي الاهلي صنعها اللاعبين وسلاح التصويب. شفنا بقى الكرات العرضيه من عمرو خالد الحقيقه اللي تتلعب من ناحيه اليمين داخل منطقه الجزاء وايضا النادي الاهلي اللي حصل على ثلاث ركلات ركنيه في مباراه اليوم وادي تصويبه بقى من على حدود منطقه الجزاء. اذا هي هناك تنوع في بناء العمليات الهجوميه مشاهدينا من قبل بقى المدير الفني كابتن علاء عبده. ترجع الكره هناك ناحيه الشمال عبد الله سعد لنادي بلديه المحله. عبد الله سعد بيلعب الكره وادي احمد حاتم بيلعب كره عرضيه داخل منطقه خطره جدا ومحاوله بقى في اللقطه الماضيه انما ترجع الكره لدفاعات الاهلي عن طريق اللاعب يوسف عبد الحفيظ وتطلع الكره وتبقى رميه تماس للنادي الاهلي من ناحيه اليمين انما الحكم اداها على يوسف عبد الحفيظ. ادي كباكا وهو بيتكلم وحكم اللقاء هيثم عثمان ورميه تماس هيلعبها احمد كارم ترجع له مره ثانيه لنادي البلديه وادي الكره العرضيه داخل منطقه ولمسه راسيه للمره الثانيه هم اللي بياخدوا الكرات العرضيه للمره الثانيه هم اللي بياخدوا الكرات العرضيه وداخل منطقه الجزاء انما ترجع الكره. ادي بقى الهجمه المرتده الهجمه المرتده الحلوه للنادي الاهلي انطلاقه جميله جدا من ناحيه شمال ومرور بشكل رائع ومحاوله وفاول فاول هنا للاعب عمرو خالد. عمرو خالد عامل ماتش حلو قوي الحقيقه في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء ويحصل على ركله حره للنادي الاهلي. ادي امامنا بعض اللقطات لاعب احمد خالد كباكا امام حضراتكم لاعب النادي الاهلي وركله حره للاهلي في مباراه اليوم
هنشوف بقى استغلال الركلات الثابته والامور دي هتتنفذ ازاي مع المدير الفني كابتن علاء عبده، اللي اكيد بيعمل بعض الجمل كده في التمارين للاعبين علشان يستغلوا الكرات اللي زي دي على حدود منطقه الجزاء. هي الركله الثابته رقم 4، 3 ركلات ركنيه، وادي بقى ركله حره قريبه من منطقه الجزاء ممكن تتسدد، وادي بقى تصويبه حلوه يا ولد يا ولد، انما ماشيه بعيد شويه. الفكره حلوه الحقيقه، الفكره جميله، الفكره حلوه، انما الكره تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركله مرمى كبقى. كره كده الى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركله مرمى لنادي بلديه المحله في احداث هذا اللقاء. نلعب في الدقيقه 10 من عمر واحداث الشوط الاول من هذا اللقاء، ولا زال التعادل السلبي بدون اهداف بين الاهلي وبلديه المحله افتتاحيه دوري الجمهوريه لمواليد 2005، اللي كما قلنا واستعرضنا الاهلي هو بطل وحامل اللقب لهذه النسخه في الموسم الماضي. محمد عبد الله بيلعب كره بينيه حلوه، وادي انطلاقه بقى وخطر عمرو خالد، عمرو خالد وتصويبه من عمرو خالد، ولكن ترجع له مره ثانيه، عامل ماتش حلو عمرو النهارده. وادي عمرو مره ثانيه بيلعب الكره العرضيه خطره جدا، والمحاوله بقى من اللاعب محمد رأفت في اللقطه الماضيه، وتعود الكره مره اخرى للنادي الاهلي ضاغطين في هذه اللحظات، انما الحقيقه عمرو خالد عامل اداء متميز جدا. وترجع الكره واحده والثانيه، وادي كباكا واحده وهوبا، وهي ممكن والتصويبه جول، جول الهدف الاول في احداث هذا اللقاء، الجول الاول في احداث هذا اللقاء احمد خالد كباكا، يا سلام عليك يا كباكا، وبيسجل الهدف الاول للنادي الاهلي في مباراه اليوم. ويفرق ايه الورد عنك غير انه واخد جماله منك. وادي التصويبه الحلوه جدا على يسار بقى حارس المرمى اسلام محمد علشان يتقدم النادي الاهلي ويترجم سيطرته على مجريات الامور ومجريات اللقاء الحقيقه، ويتقدم بالهدف الاول عن طريق كباكا. انما لعبه حلوه قوي، لعبه جميله جدا، وهدف متميز لهذا اللاعب الحقيقه، اللي كل مره مستواه بيزيد عما كان عليه في المباريات السابقه، وحاجه ممتازه جدا وحاجه رائعه جدا لاعب احمد خالد كباكا اللي بيسجل بقى الهدف الاول للنادي الاهلي في مباراه اليوم علشان تصبح النتيجه الاهلي 1 وبلدية المحلة لا شيء. وللأمانة تقدم مستحق للنادي الأهلي نظرا للسيطرة والمحاولات. شوف بقى سلاح التصويب من خارج منطقة الجزاء، أحد الحلول الهامة جدا والسحرية في عالم كرة القدم، وبيستغلها لاعبي النادي الأهلي النهاردة مواليد 2005، وبيقدروا إن هم يسجلوا الهدف الأول في مباراة اليوم. دايما النادي الأهلي كده سواء بقى فريق أول سواء ناشئين، هي سمات البطل، سمات البطولة، يبحثوا عن الانتصار منذ صافرة البداية، يعني منذ الثانية الأولى وحتى بعد الثانية 90. كلنا عارفين بقى النادي الأهلي وملوك 90، وياما حققوا أهداف وسجلوا أهداف وحققوا بطولات بعد الدقيقة 90. حاجة جميلة جدا الحقيقة، وشخصية البطل دائما متواجدة سواء في الفريق الأول أو قطاع الناشئين للنادي الأهلي. ترجع الكرة، وادي الانطلاقة، الأهلي حريص جدا على انه يسجل هدف تاني في المباراه. يوسف عبد الحفيظ بيعدي، يوسف وبيلعب كره بينيه، ولد لعيب حلو قوي الكباكا، وادي الكباكا بيسند هناك ناحيه اليمين عند عمرو خالد اللي بيلعب كره عرضيه مره تانيه، ولكن على طول بيطلع بقى دفاع بلديه المحله. ترجع الكره عند فارس خالد، فارس بيلعب الكره في الخلف، علاء وحيد لفارس مره تانيه ليوسف عبد الحفيظ، يوسف عبد الحفيظ بيلعب الكره هناك ناحيه الشمال عند اللاعب محمود ليوسف مرة تانية. أشوف يوسف بيتحرك في أرض الملعب وبيستلم وبيريح زملائه، ومحطة متميزة جدا في وسط الملعب. عمرو خالد نقلات بقى للاعبي النادي الأهلي، ثقة كبيرة جدا اكتسبها هذا الفريق الحقيقة، وبداية الدوري والجولة الأولى والتقدم على بلدية المحلة بهدف مقابل لا شيء. ومش بس التقدم، لا ده تقدم بأداء متميز جدا من لاعبي النادي الأهلي في مباراة اليوم. محمد بيلعب الكره في وسط الملعب مره ثانيه، وادي الانطلاقه للنادي الاهلي، تتلعب الكره واحده والثانيه كده انما على طول مقطوعه. احمد عبدين اللي بيتقدم للامام، وترجع الكره مره اخرى هناك عند حازم جمال حارس المرمى. ما قلناش اسمه حازم جمال النهارده لحد دلوقتي، وبنلعب في الدقيقه 14 من عمر واحداث الشوط الاول. يوسف عبد الحفيظ، يوسف بيلعب الكره الى احمد عبدين ليوسف مره ثانيه، يوسف عبد الحفيظ هناك ناحيه الشمال محمود في وسط الملعب، واستلام وانطلاقه امامنا من اللاعب احمد وحيد، تتلعب الكره امير علاء، وادي انطلاقه من ناحيه الشمال للنادي الاهلي ومحاوله من لاعبي بلديه المحله، جابها على طول اللاعب اسامه اشرف، وترجع لمحمد عبد الله اللي بيحاول يعدي انما تمر الكره الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رميه تمس. الاهلي متقدم بهدف مقابل لا شيء، وايضا مسيطر على
المباراة بينقلوا نقلات بشكل متميز جدا، وبيبدأوا الهجمة من الخلف، ودايما بيلعبوا كرات يعني من على الأجناب كده، كرات عرضية، وشفنا سلاح التصويب تم يعني استغلاله بالهدف الأول في مباراة اليوم. وادي الكرة العرضية تتلعب على طول عالية ومحاولة، إنما على طول حكم اللقاء بيدي مخالفة لنادي بلدية المحلة في مباراة اليوم مشاهدينا الأعزاء، للحارس إسلام محمد. إسلام محمد قطاع الناشئين بالنادي الأهلي اللي كان حقق بطولات دوري الجمهورية في الموسم الماضي 2007 مع المدير الفني أسامة زكي، محمد شرف 2003، وعلاء عبده مع 2005، وحاجة محترمة جدا، ويعني كانوا حققوا رقم قياسي من الفوز على نادي الزمالك في الموسم الماضي. الحقيقة فازوا على نادي الزمالك، النادي الأهلي فاز على نادي الزمالك في جميع المراحل العمرية في كل المسابقات الحقيقة، وكانت حاجة متميزة جدا. محمد عبد الله قال انطلاقة، والكرة بقى ملعوبة للنادي الأهلي. محمد عبد الله عدى وماشي، محمد عبد الله عدل على شماله، محمد عبد الله أخذ الكرة وماشي، أجل بقى ولعبها على طول لمحمد رأفت. محمد رأفت بيحاول يعدي، إنما على طول مقطوع الكرة مرة تانية للاعبي نادي بلدية المحلة. وادي الكرة في وسط الملعب، أحمد وحيد بيلعبها إلى أمير علاء اللي بيعدي وماشي من ناحية شمال. أمير بيسند على طول على يوسف اللي بيلعب كرة عرضية خطيرة جدا داخل منطقة الجزاء، وترجع الكرة للاعب زعلوك على حدود المنطقة. دايما زعلوك بيتمركز كده على حدود منطقة الجزاء في المواجهة علشان ياخد الكرات المرتدة من دفاعات نادي بلدية المحلة. ترجع الكرة، ادي السيطرة للنادي الأهلي في أول ربع ساعة على الملعب. وادي تصويبة من بعيد، وحلوة، تصويبة من بعيد وجميلة الحقيقة، فيها اللقطة الماضية من اللاعب محمود وحيد، ولكن تمر إلى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركلة مرمى. حلوة قوي سلاح، تشوف الراجل ده يعني من عند دايرة وسط الملعب، وتصويبة جميلة ولكن تمر كده بجوار القائم الأيسر للحارس إسلام محمد، وتطلع وتبقى ركلة مرمى لنادي بلدية المحلة في مباراة اليوم. ودي أمامنا بقى اللاعب أحمد وحيد. محمود هو اللي سدد في اللقطة الماضية، محمود وحيد. تتلعب الكرة الأمامية، واضحة جدا التعليمات طبعا من كابتن علاء عبده باستغلال سلاح التصويب. أي لاعب كده بتتاح له فرصة للتسديد بيسدد على طول الكرة في اتجاه المرمى، ودي حاجة جميلة جدا وحاجة كويسة. عفوا، فارس بيلعب الكرة، توصل هنا ناحية اليمين عند كاباكا، ملعوبة أمامية الكرة. وادي الانطلاقة للاعب محمد رأفت، بيفتح الملعب بشكل متميز جدا للنادي الأهلي. وادي على طول الكرة ملعوبة من فارس، عرضية خطرة جدا، خطرة جدا، وعدت بقى من قدام محمد رأفت وإلى خارج الملعب، وطلعت وبقت ركلة مرمى لنادي بلدية المحلة في أحداث هذا اللقاء مشاهدينا الأعزاء. طبعا يعني أحمد خالد قباقة وحازم جمال ومعتز محمد ومحمد زعلوب كانوا تصعدوا مع مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي. أدي كرة إلى خارج الملعب، الأهلي اللي عنده معسكر خارجي، ويعني الأمور ماشية بشكل متميز جدا. كل التوفيق بقى للنادي الأهلي في مباراة تحدي عاصمة، مباراة السوبر، إن شاء الله الأهلي حقق بطولة جديدة في بداية الموسم وتتوالى النجاحات بإذن الله للنادي الأهلي. وطبعا ألف مليون سلامة للأسطورة الكبيرة كابتن محمود الخطيب الحقيقة، اللي الكل اطمأن على صحته وسلامته في معسكر الفريق الخارجي الحقيقة. كابتن بيبو اللي دائما بيشرف على كل شيء، يعني الراجل بيجتمع مع الكابتن خالد بيبو مدير الكورة، مع مارسيل كولر المدير الفني، اجتماعات مع اللاعبين، بيشرف على كل صغيرة وكبيرة في المعسكر وما يخص فريق كرة القدم والنادي الأهلي، فيعني عليه مجهود كبير. ادي عمرو خالد، وتصويبه من عمرو خالد، انما تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركله مرمى لنادي بلديه المحله في مباراه اليوم. عمرو خالد، ادي عمرو خالد بيبو، وتصويبه حلوه بالقدم اليمنى، عايز يركنها كده في اقصى الزاويه اليمنى للحارس اسلام محمد، انما تمر الكره الى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركله مرمى لنادي بلديه المحله. ركله مرمى لنادي بلديه المحله، اسلام محمد هيلعب ركلة المرمى في مباراة اليوم مشاهدينا الأعزاء. بتتلعب على طول كرة أمامية عالية ومعدية واصلة في وسط الملعب للاعب علي الإمام. علي الإمام بيلعب الكرة في اتجاه عبد الله سعد، ولكن على طول عائدة الكرة مرة أخرى من لاعبي النادي
الاهلي، كره في وسط الملعب، ادي كباكا بيلعب الكره هناك ناحيه شمال، واحده والثانيه بشكل متميز جدا محمد عبد الله، محمد عبد الله داخل المنطقه، محمد عبد الله داخل المنطقه وبيلعب كره عرضيه، انما بيطلع دفاع نادي البلديه وترجع الكره مره اخرى للنادي الاهلي، تتلعب ناحيه اليمين عند عمرو خالد، ولكن عطيه عوض بيعدي وماشي لاعب بلديه المحله من ناحيه الشمال وعلى طول بيلعب الكره الاماميه، انما التحرك الجيد للاعبي الاهلي وانتشارهم المتميز في الملعب بيخليهم يقدروا ان هم ياخدوا الكره اللي هي بتكون مشتته كده من لاعبي بلديه المحله زي ما حضراتكم شايفين. استلام يا ولد يا فارس، يا سلام يا فارس، يا صدرك الحنين في اللقطه اللي فاتت، شوف الراجل استلم الكره على صدره بشكل متميز جدا فارس خالد. ترجع الكره مره ثانيه احمد وحيد، احمد وحيد في وسط الملعب لكباكا، بيعدي كباكا وماشي وبيلعب الكره هنا ناحيه اليمين عند يوسف عبد الحفيظ، ادي يوسف عبد الحفيظ عدى وماشي، يوسف لسه بيبحث عن المسانده وعايز يلعب الكره الاماميه كده، انما على طول مقطوعه المره دي من لاعبي نادي بلديه المحله، وادي الكره ملعوبه هنا ناحيه الشمال عند اللاعب محمد، انما على طول ترجع له مره ثانيه في وسط الملعب، ياخدها كباكا وبيلعبها للاعب احمد عبدين اللي بيلعب الكره ليوسف عبد الحفيظ، يوسف عبد الحفيظ بيلعب الكره لمحمود وحيد، محمود لاحمد وحيد في وسط الملعب، احمد وحيد بيلعب الكره البينيه الاماميه، وادي الانطلاقه الحلوه لمحمد عبد الله اللي بيفتح الملعب هنا ناحيه اليمين للنادي الاهلي عمرو خالد اللي بيلعب الكره العرضيه، النموذج بقى المره دي وادي اللمسه الراسيه انما تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركله مرمى لنادي بلديه المحله عن طريق اللاعب فارس خالد. ادي حارس المرمى اسلام محمد واقع على ارض الملعب، ادي الكره الملعوبه وادي الكره العرضيه واللعبة الرأسية بقى من اللاعب فارس انما تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركلة مرمى لنادي بلدية المحلة في مباراة اليوم. ادي امامنا بقى الكابتن سيد معوض، واحد من نجوم الكرة المصرية الحقيقة اللي بيتواجد في ملعب المباراة. ابن النهاردة عمر معوض متواجد على مقاعد بدلاء في مباراة اليوم. واحد من اللعيبة الكبار جدا عمر الحقيقة، كل بيتنبأ ليه وينتظر مستقبل باهر بإذن الله في كرة القدم المصرية. ادي امامنا بقى لاعبي النادي الأهلي بيتلقوا التعليمات من الكابتن علاء عبده المدير الفني، الجهاز الفني بقى والاداري للنادي الاهلي في هذا الموسم ومباراه اليوم، علاء عبده المدير الفني، محمد صلاح المدرب العام، تامر دسوقي مدرب حراس المرمى، عمار فتحي المدير الاداري، احمد جاب الله طبيب الفريق، محمد نحله مدرب احمال، وعبد الله محمد مدلك، ورضا الديب جهاز معاون، ومحمد عبد الكريم جهاز معاون. لا زال لاعب بلديه المحله اسلام محمد بيتلقى العلاج كده من الجهاز الطبي لنادي بلدية المحلة في مباراة اليوم علاء صبري. طبعا نقول الجهاز الفني والإداري لنادي البلدية أيضا، المدير الفني كابتن حاتم العوضي، مدرب عام كابتن باسم وجدي، مدرب حراس المرمى محمد صديق، والمدير الإداري كابتن خالد وليد، وعلاج طبيعي علي الشافعي، وطبعا المهام علاء سلام. الأهلي متقدم حتى الآن على نادي بلدية المحلة بهدف مقابل لا شيء، ولسه اللعب متوقف مشاهدينا الأعزاء. هل الحارس هيقدر يكمل ولا هيتم تبديله؟ هنشوف مع حضراتكم. إسلام محمد، هل إسلام قادر يكمل ولا هيخرج؟ آدي بقى الكرة الحلوة والإعادة للهدف الجميل اللي سجله النادي الأهلي في ماتش النهاردة عن طريق اللاعب أحمد خالد كباكا اللي مستمرة به النتيجة حتى الآن مشاهدينا الأعزاء. 1-0 للنادي الأهلي في ماتش الأهلي استغل فيه يعني الكرات والتصويبات من على حدود منطقة الجزاء وقدر إن هو يسجل هدف، هدف كان جميل قوي. آدي الإعادة للهدف، شوف الوان تول اللي اتعمل بشكل متميز جدا، وآدي بقى كباكا والتصويبة اللي ماشية بوجه القدم كده رايحة في زاوية صعبة جدا على حارس المرمى إسلام محمد علشان يتقدم النادي الاهلي بالهدف الاول في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء. خلاص بيستعد حارس المرمى اسلام محمد ان هو يكمل المباراه. الحمد لله على السلامه يا نجم. وركله المرمى لنادي بلديه المحله، بنلعب في دقيقه 24 من عمر واحداث الشوط الاول من هذا اللقاء، التقدم للاهلي بهدف مقابل لا شيء سجله اللاعب احمد خالد كبك. تتلعب على طول الكره اماميه عاليه وتوصل مره ثانيه ناحية اليمين للنادي الأهلي، محمد عبد الله، شوف محمد عبد الله بيتحرك على الأجناب كده في المباراة. يوسف عبد الحفيظ بيلعب الكرة في الخلف للاعب محمود وحيد. محمود وحيد بيفتح الملعب لأمير علاء ناحية الشمال. أمير علاء جاي له محمد رأفت، إنما بيسند على طول في الأمام كده للاعب فارس، يتقدم وماشي. واحدة والتانية ملعوبة، إنما ترجع الكرة مرة أخرى في وسط الملعب للاعب أحمد وحيد. أحمد وحيد بيلعبها إلى محمود وحيد.
الى احمد عبدين. بدايه الهجمه للنادي الاهلي في وسط الملعب مره ثانيه، فارس خالد لاحمد عبدين. احمد عبدين بيلعب الكره لمحمود وحيد ناحيه الشمال، محمود يتقدم وماشي محمود وحيد. ادي محمود وحيد بيفتح الملعب مره ثانيه الامير علاء. ثلاث اربع نقلات كده للنادي الاهلي في مباراه اليوم. وادي كباكا بيستلم وبيلعب الكره مره ثانيه لاحمد عبدين. وشوف لاعبي بلديه المحله كلهم راجعين يعني تحت الكوره. يوسف عبد الحفيظ، يوسف عبد الحفيظ بيلعب الكره للاعب احمد عبدين. مره ثانيه ملعوبه من محمود وحيد. محمد رأفت، محمود وحيد لمحمد رأفت. الاهلي بيبحث عن ثغره كده يضربوا بيها التكتل الدفاعي للاعبي البلديه في مباراه اليوم. وادي الكره الملعوبه الاماميه، يوسف عبد الحفيظ يبحث عن عمرو خالد، او ده عمرو خالد فعلا، عمرو خالد بيلعب الكره العرضيه الحلوه. وادي بقى بيحاول يستلم هنا اللاعب فارس، انما الكره تمر الى خارج الملعب. الفكره اللي كان عايز ينفذها اللاعب فارس خالد الحقيقه كانت هتوديه وجها لوجه مع حارس المرمى اسلام محمد، ان هو يستلم الكره داخل المنطقه. ترجع الكره مره ثانيه هناك ناحيه الشمال للنادي الاهلي، فارس خالد. ثلاث اربع نقلات كده من لاعبي النادي الاهلي بيكسبوا بيهم ثقه، وفي نفس الوقت بيصدروا التوتر للاعبي بلديه المحله ان احنا يعني قادرين على المباراه. والاهلي الحقيقه النهارده بيسرع الريتم وقت ما هو عايز، ويبطئ الريتم وقت ما هو عايز، وبيسيطر على مجريات الامور داخل ارض الملعب حتى الان. مشاهدينا الاعزاء، مع المدير الفني بقى كابتن علاء عبده اللي بصماته وشغل واضح جدا مع الفرقه النهارده. ادي كره ملعوبه ناحيه شمال ومحاوله مره ثانيه، وادي الكره العرضيه انما تخبط وياخدوا منها الاهلي ركله ركنيه. ركله ركنيه للنادي الاهلي من ناحيه اليمين رايح لها احمد خالد كباكا اللي كان سجل الهدف اللي مستمره به النتيجه حتى الان. مشاهدينا الاعزاء، احمد خالد هيلعب الركله الركنيه من ناحيه الشمال للنادي الاهلي في مباراه اليوم. احمد خالد كباكا، هنشوف بقى هل تاتي لعبه هوائيه، لعبه راسيه. وادي الكره العرضيه الخطيره داخل المنطقه ومره ثانيه، ولكن بيطلع بقى دفاع نادي بلديه المحله عن طريق اللاعب اسامه اشرف. محمد عبد الله لاحمد خالد ناحيه الشمال. ادي احمد خالد بيلعب الكره العرضيه العاليه ومعديه كده، وادي اللمسه بقى خطره جدا. وادي محمد رأفت داخل المنطقه وبيحاول محمد رأفت، ولكن حكم اللقاء ادى مخالفه على اللاعب محمد رأفت قبل ان تسكن بقى الكره الشمال. ادي محمد رأفت بيتكلم مع حكم اللقاء هيثم عثمان حكم المباراه، وركله حره لنادي بلديه المحل. منتهى الروح الرياضيه الجميله الحقيقه من اللاعب محمد رأفت، بيسلم كده على زميله لاعب نادي بلديه المحله. تنافس بشكل شريف وبشكل متميز داخل ارض الملعب، انما تبقى الروح الرياضيه هي اهم حاجه في الرياضه بصفه عامه وكره القدم بصفه خاصه. تتلعب الكره اماميه وعاليه ومعديه واصله هناك ناحيه شمال للنادي الاهلي، وامير علاء بيحاول، انما ترجع الكره للاعبي بلديه المحله، ولمسه يد على بلديه المحله، لمسه يد على البلديه على اللاعب كريم فرغالي للنادي الاهلي من ناحيه الشمال. تتلعب الكره احمد وحيد، ادي احمد وحيد بيلعب الكره مره ثانيه لاحمد عبدين. احمد عبدين بيفتح الملعب ليوسف عبد الحفيظ. ادي يوسف عبد الحفيظ يتقدم وماشي يوسف، وبيلعب الكره في الخلف مره ثانيه. وادي الكره ملعوبه في اتجاه احمد وحيد، ترجع الكره لاحمد وحيد. ادي احمد وحيد بيفتح الملعب هناك ناحيه الشمال للنادي الاهلي في مباراه اليوم. مشاهدينا ترجع له الكره مره ثانيه، ومحاوله كده من اللاعب امير علاء، انما ترجع لاحمد وحيد. احمد وحيد ولاعبي بلديات المحله حتى الان لم يبادروا بالهجوم رغم انهم متاخرين بهدف مقابل لا شيء امام النادي الاهلي. الهدف اللي كان سجله اللاعب اللي معاه الكره دلوقتي كباكا. تتلعب الكره هناك ناحيه شمال مره ثانيه، محمد رأفت بيلعب كره عرضيه داخل منطقه الجزاء. وادي اللمسه الراسيه والمحاوله، لسه الكره بقى. شوف احمد عبدين زايد فين، احمد عبدين يعني بيزيد داخل منطقه الجزاء في اللقطه الماضيه وبيلعب بدماغه، ورمي التماس للنادي الاهلي من ناحيه الشمال. شايفين اشاره حكم اللقاء كابتن هيثم عثمان، انما لاعبي ومدافعو النادي الاهلي بيعملوا تكمله هجوميه داخل منطقه الجزاء الحقيقه لنادي بلديه المحله في مباراه اليوم. شوف بقى اللاعب احمد عبدين هو اللي لعب الكره الراسيه اللي فاتت دي، وخلي بالك اللعب يعني الكره مش ثابته، يعني مش كره ثابته وهو متقدم لقدام علشان يعمل زياده داخل منطقه الجزاء، لا دي كره متحركه. ادي كره عرضيه داخل المنطقه، ولكن بيطلع دفاع البلديه وياخدوا فاول بلديه المحله في احداث هذا اللقاء. ادي امامنا اللاعب محمد رأفت، لعيب نشيط ولعيب مجتهد ولعيب متميز، وقطاع الناشئين للنادي الاهلي باذن الله يطلع نجوم كبار جدا لكره القدم المصريه كما هي عاده هذا القطاع الحقيقه.
اسلام محمد حارس المرمى نادي بلديه المحله هيلعب الكوره. اسلام بيلعب الكوره الاماميه العاليه. وصلنا لاول نص ساعه مشاهدينا الاعزاء في احداث هذا اللقاء في شوطه الاول، ولا زال الاهلي متقدم بهدف مقابل لا شيء سجله احمد خالد كبك. ترجع الكره، استلام ومحاوله من اللاعب محمد عبد الله اللي بيسيبها على طول احمد عبدين الى حازم جمال. حازم بيلعب لمحمود وحيد، محمود لاحمد وحيد في وسط الملعب. تتلعب الكره مره تانية، توصل لمحمد رأفت. محمد رأفت ادي انطلاقه اماميه مره اخرى. يعني في شيء من اللامركزيه كده في اداء النادي الاهلي وتحرك لاعبيه داخل ارض الملعب النهارده. حريه حركه مديها لهم علاء عبده المدير الفني، وده يعني بيعمل لخبطه كده لاعبي بلديه المحله في احداث هذا اللقاء. يوسف عبد الحفيظ بيلعب الكره في وسط الملعب، واستلام ومحاوله ادي التصويبه. تصويبه بقى المره دي انما عاليه وبعيده من محمد رأفت، تطلع وتبقى ركله مرمى، تطلع وتبقى ركله مرمى. محمد رأفت حاول للمره يمكن الثالثه ان هو يستغل بقى سلاح التصويب ويشكل خطوره على مرمى الحارس اسلام محمد في مباراه اليوم. ثلاث تصويبات جاء منهم جول. اسلام محمد بيلعب الكره الاماميه، اسلام ترجع من كباكا، وادي اللمسه الراسيه لسه الكره للنادي الاهلي. كباكا بيلعبها الى محمود وحيد اللي بيفتح الملعب هناك ناحيه الشمال. امير لفارس، وادي الكره الملعوبه الحلوه عمرو خالد. شوف عمرو خالد اللي دايما بيتحرك، مره تشوفه ناحيه اليمين ومره تشوفه ناحيه الشمال، وده اللي احنا اتكلمنا عليه. تعليمات بقى من علاء عبده، وادي الكره العرضيه الخطيره وهدف ذاتي. يا مش ممكن مش ممكن، كانوا هيسجلوا في مرماهم. ولكن برافو الحقيقه اسلام محمد، رد فعل قوي مع القائم الايسر وفرصه كبيره جدا للنادي الاهلي. ادي الكره العرضيه، ادي الكره العرضيه، وشوف بقى الراجل هنا ولمس والعارضه وحارس المرمى الحقيقه اسلام محمد يتالق في اللقطه الماضيه. عطيه عوض كان ممكن بقى يسجل في مرماه بالخطا بقى في اللقطه اللي امام حضراتكم، انما رد فعل سريع من اللاعب اسلام محمد. هو حظه حلو الحقيقه ان الكره اصطدمت بالقائم الايسر قبل ما هو يعني يصدها ويطلعها من على الخط كده الحقيقه. ادي الكره، ادي اللقطه، وادي الاعاده، وشوف الراجل الكره اصطدمت بالقائم وهو طلع الكره واصطدم بعدها بالقائم الايسر للمرمى. الف سلامه طبعا للاعب اسلام محمد حارس المرمى لنادي بلديه المحله في مباراه اليوم. وشوف بقى عمرو خالد النهارده متالق جدا، عرضياته بتشكل خطوره كبيره الحقيقه في المباراه. وادي الاعاده للهدف، ادي الاعاده للهدف الجميل واللقطه الحلوه في الماتش النهارده، والتصويبه القويه اللي بيواجه القدم كده اللي رايحه في اقصى الزاويه اليسرى لاسلام محمد حارس مرمى نادي بلديه المحله اللي بيتقدم بيها الاهلي 1-0. وادي كوره والهدف الثاني، الهدف الثاني ركله ركنيه اتلعبت بسرعه وبره دي ولا ايه؟ هنشوف. لا والله الهدف الثاني بالفعل للنادي الاهلي، الهدف الثاني للنادي الاهلي. محمود وحيد يا ولد يا لعيب يا محمود يا وحيد، يعني الركله الركنيه اتلعبت بسرعه كده. وادي محمود وحيد طالع ولعب الكره بلعبه راسيه حلوه حلوه حلوه، والهدف الثاني للنادي الاهلي في احداث هذا اللقاء علشان يتقدم الاهلي على بلديه المحله 2-0. يعني قبل ما نشوف اللقطه كان اسلام محمد واقع على ارض الملعب، وبعدين الكره اتلعبت ركله ركنيه واسلام على طول بقى هنا امامنا ما قدرش يعمل حاجه للعبه الراسيه الحلوه من اللاعب محمود وحيد اللي امام حضراتكم. والهدف الثاني للنادي الاهلي في احداث هذا اللقاء 2-0 لا شيء بلديه المحله في مباراه اليوم، وحاجه جميله جدا. وادي بقى الركله الركنيه، وقدروا النادي الاهلي ان هم يسجلوا الهدف الثاني في احداث هذا اللقاء. قدروا النادي الاهلي ان هم يسجلوا الهدف الثاني في احداث هذا اللقاء 2-0 لا شيء بلديه المحله. ماتش حلو قوي من جانب لاعبي النادي الاهلي، مواليد 2005، حامل اللقب لدوري الجمهوريه في الموسم الماضي. بدايه جيده وبدايه متميزه جدا مع المدير الفني الكفء والقدير كابتن علاء عبده. ترجع الكره هناك ناحيه الشمال مره ثانيه، الاهلي اللي بيحاول يبحث بقى عن هدف ثالث في مباراه اليوم. اعتقد الاهلي ممكن يسجل مره واثنين كمان يعني، هنشوف. ترجع الكره ناحيه اليمين للنادي الاهلي، يوسف عبد الحفيظ بيعدي وماشي. يوسف لسه الكره مع يوسف عبد الحفيظ. ادي يوسف عبد الحفيظ ومحاوله في هذه اللقطه، انما حكم اللقاء بيدي مخالفه لنادي بلديه المحله. فاول النادي البلديه، بنلعب في دقيقه 34. الاهلي اصبح 2-0 مشاهدينا الاعزاء. احمد خالد كباكا ومحمود وحيد، هدف كده من ركله ركنيه وحاجه جميله جدا. مين بقى ينسى الهدف التاريخي للنادي الاهلي ومحمد عبد المنعم اللي سجله
ويعني بطولة بقى لقب دوري أبطال إفريقيا وحاجة يعني جميلة جدا. ترجع الكرة أمامية وملعوبة في وسط الملعب لنادي بلدية المحلة، إنما على طول مقطوعة الكرة وراجعة للنادي الأهلي. كرة ملعوبة من كباكا إنما مقطوعة البلدية، اللي بدأوا بقى يطلعوا من مواقعهم الدفاعية ويبدلوا الأهلي الهجمات. خلاص النتيجة أصبحت 2 لا شيء، ما عندهمش حاجة بقى غير إنهم يهاجموا، ولكن الهجمات بتاعتهم دي ممكن تدي مساحات. ادي بقى محمد رافت خطر ممكن يستغل، وكره بينيه حلوه يا ولد يا ولد. ايه الجول الحلو ده؟ ايه الجول الحلو ده؟ الهدف الثالث للنادي الاهلي في مباراه اليوم، والمتالق عمرو خالد بيبو بيسجل الهدف الثالث للنادي الاهلي. وارقص براحتك بقى والاحتفال والحاجه الجميله، والهدف الثالث للنادي الاهلي في مباراه اليوم. يا ولد يا لعيب يا عمرو يا خالد، ادي بقى الكوره وادي عمرو خالد، وشوف بقى اللمسه، شوف اللمسه والنكشه الحلوه دي، شوف الحته الحلوه دي بروقان كده يا رايق يا اللي عامل حرايق. ادي امامنا الهدف بقى ليه اللاعب عمرو خالد بيبو بيسجل الهدف الثالث للنادي الاهلي في مباراه اليوم، علشان يتقدم الاهلي على بلديه المحله 3 لا شيء في الدقيقه 35. بنلعب في الدقيقه 36 من عمر واحداث اشوط ثاني. كنت لسه بقول الاهلي ممكن يسجل اهداف ثانيه في المباراه، وعمرو خالد بيبو ما كدبش خبر وسجل هدف جميل جدا، وهو الهدف الثالث للنادي الاهلي في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء. ترجع الكرة مرة تانية، ادي كباكا في وسط الملعب، ملعوبة حلوة الكرة هناك ناحية الشمال. الأهلي اللي مسيطر على مجريات الأمور في المباراة ومتقدم 3 لا شيء وعامل أداء متميز، ويعني شفنا بقى الكرات البينية الجميلة اللي اتلعبت في الأهداف الأول والثالث. ادي كرة تتلعب على طول وتوصل مرة تانية هناك ناحية الشمال. علاء عبد واقف على الخط كده، المدير الفني بيدي التعليمات للاعبيه اللي يعني اعتقد منفذينها بنسبه 100%، حاجه محترمه جدا. وادي الكره العرضيه الملعوبه هناك واصله ناحيه اليمين عند يوسف عبد الحفيظ. يوسف عبد الحفيظ في هذه اللقطه بيعدي وماشي يوسف، وبيلعب الكره مره اخرى لمحمد عبد الله اللي بيلعب كره عرضيه عاليه داخل منطقه الجزاء منتهى الخطوره. وادي اللمسه بقى الراسيه انما تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركله مرمى للنادي الاهلي في مباراه لنادي بلديه المحله في مباراه اليوم. فرصة كبيرة جدا للنادي الاهلي في احداث هذا اللقاء، وادي بقى اللعبة الرأسية انما تمر الى خارج الملعب وتطلع امير علاء وتبقى ركلة مرمى لنادي بلديات المحلة في احداث هذا اللقاء. 3 الاهلي لا شيء بلديات المحلة في شوط كله اهلاوي حتى الان مشاهدين الاعزاء لاعبا ونتيجة. اداء متميز للفريق صاحب الارقام القياسية في الموسم الماضي، حسم البطولة زي ما قلنا قبل النهايه بسبع جولات وبفارق كبير جدا في عدد النقاط، وحاجه متميزه جدا وحاجه محترمه. ادي كره ملعوبه هناك لعمرو خالد، انما تمر الكره الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رميه تمس. كنا قلنا انه عمرو خالد متالق جدا في ماتش النهارده، وبنشوف بقى اللامركزيه في التحرك بتاعه، مره يبقى ناحيه اليمين ومره يبقى ناحيه الشمال، وعمل اكتر من كره عرضيه كانت احداها كانت كره خطيره كان هيسجل منها اللاعب عطيه عوض هدف في مرماه. ادي تبديل لبلديه المحله، بينزل اللاعب عبد العزيز صاحب القميص رقم 9 عبد العزيز من قبل المدير الفني بقى كابتن حاتم العوضي. وادي امامنا اللاعب اللي خرج محمد حسنين في احداث هذا اللقاء. كنا بنتكلم عن عمرو خالد، نشوف الهجمه دي الاول. ادي كره خطره جدا للمحله، ادي كره البلديه، الكره البلديه وتصويبه بقى في اللقطه الماضيه من اللاعب محمد سعد، انما على طول دفاع النادي الاهلي. ترجع الكرة لأحمد وحيد اللي بياخدها وماشي. عمرو خالد بيبو اللي تألق، علشان كده ربنا كافئه بالهدف، الهدف الثالث يعني اللي سجله في ماتش النهارده. أدي كرة حلوة. وفارس بيلعب الكرة الأمامية، ترجع له مرة تانية. فارس من محمد رأفت، وأدي كرة خطرة جدا. أدي عمرو خالد أهو، أدي عمرو خالد أهو بيعدي وماشي. عمرو خالد بيبو، ترجع الكرة لمحمد رأفت. محمد رأفت وبيلعب الكرة عرضية الخطرة جدا، ولكن إسلام محمد بيطلع. إسلام محمد بيطلع. وعلي الامام بيلعب الكره الاماميه للاعبي البلديه، وادي اللاعب اللي لسه نازل عبد العزيز بيعدي وماشي عبد العزيز، وياخد فاول من ناحيه اليمين لصالح نادي بلديه المحله مشاهدينا الاعزاء. ادي انذار هنشوف لمين من لاعبي النادي الاهلي. انذار في اللقطه الماضيه من قبل حكم اللقاء كابتن هيثم عثمان، وركله حره لنادي بلديه المحله. تعالوا نتذكر كده الركلة الحرة اللي جات لهم من مكان زي ده في بداية المباراة، كانت كرة اتلعبت عرضية حلوة، واللاعب محمد ياسر اللي هو كان رقم 8 يعني كان استلامها وشكل بيها خطورة كبيرة جدا.
ادي القصه بقى، القصه بتاع الهدف. شوف محمد رأفت، شوف محمد رأفت، وشوف الاسيست الرائع. يا ولد يا ولد يا لعيب يا محمد رأفت، ده له حلو قوي. وادي بقى عمرو خالد ديبو، واتصرف بشكل متميز عمرو خالد ديبو في لحظه خروج حارس المرمى، لعبها من فوقيه كده بلمسه رايقه كده، واللمسه جميله جدا عمرو خالد ديبو. والهدف الثالث للنادي الاهلي في مباراه اليوم، علشان يعني تصبح نتيجه 3. وادي الكره مره ثانيه، ادي كره خطره جدا، ادي كره خطره جدا، وحازم جمال ولاعب من نادي بلديات المحله واقع على ارض الملعب. حازم جمال امام حضراتكم حارس المرمى للنادي الاهلي، ويبدو ان الكره طلعت وبقت ركله ركنيه لنادي بلديات المحله من ناحيه الشمال. ركله ركنيه لنادي بلديات المحله من ناحيه الشمال. ادي امامنا كباكا، والركله الركنيه للنادي البلديه من ناحيه الشمال. هنشوف بقى هل يقدروا ان هم يستغلوا الركلات الثابته، بيعملوها بشكل متميز وبيشكلوا بيها خطوره الحقيقه. ودي كره عرضيه خطره، ولكن بيطلع دفاع الاهلي وترجع الكره مره ثانيه وملعوبه اماميه انما الى خارج الملعب. طلعت وبقت ركله مرمى، طلعت وبقت ركله مرمى للنادي الاهلي، وحارس مرمى حازم جمال. اللاعب بقى كريم فرغالي هو اللي سدد في اللقطه الماضيه، صاحب القميص رقم 14 من نادي بلديه المحله في احداث هذا اللقاء. كره ملعوبه اماميه وترجع الكره مره ثانيه في وسط الملعب. ادي الاستلام والمحاوله من لاعبي بلديه المحله اللي بداوا زي ما حضراتكم شايفين يعني يتقدموا لقدام شويه، ولكن ده ممكن يكلفهم كتير جدا بقى وسط السرعات والتحركات الجميله من لاعبي النادي الاهلي. نتيجه 3 وبنلعب في دقيقه 41 من عمر احداث الشوط الاول. مشاهدي الاعزاء، مشاهدي شاشه قناه الاهلي في كل مكان، ترجع الكره. ادي الانطلاقه بقى من ناحيه الشمال والمحاوله في هذه اللحظات، انطلاقه اماميه حلوه. ادي عمرو خالد، عمرو خالد بيبو بيعدي وماشي، عمرو بيبو بيعدي وماشي، عمرو ولسه وخطره، وعمرو ممكن وممكن، انما تصويبه بقى تمر الى خارج الملعب. برافو يا ولد، برافو يا ولد، عمل هجمه جميله جدا واخد مساحه كبيره جدا ومشي بالكره بشكل متميز وسدد، ولكن الكره تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى يعني ركله مرمى. ادي التصويبه الحلوه من اللاعب عمرو خالد، تصويبه جميله من عمرو خالد في اللقطه الماضيه والانطلاقه الحلوه في مباراه هو متالق فيها حتى الان هذا اللاعب، وسجل الهدف الثالث للنادي الاهلي في احداث هذا اللقاء عمرو خالد بيبو. ركله مرمى تتلعب على طول لاسلام محمد، عاليه ومعديه، وادي اللمسه من اللاعب احمد عبدين، انما ملعوبه الكره. عبد العزيز بيحاول يعدي في وسط اثنين من لاعبي النادي الاهلي، يرجع ويجيبها على طول اللاعب امير علاء، وطلعت وبقت رمي التماس للبلديه من ناحيه اليمين، رمي التماس للبلديه من ناحيه اليمين في احداث هذا اللقاء. دقيقه 42 من عمر احداث الشوط الاول من المباراه مشاهدينا، ورمي التماس تتلعب، وادي المحاوله والكره العرضيه داخل المنطقه، ولكن بيطلع على طول دفاع النادي الاهلي وخطر، وتصويبه، وتصويبه بقى هنا امامنا انما الى خارج الملعب. محمد حمدي بيسدد وتطلع كورته بعيده وعاليه، ادي الكره يعني ساقطه قدامه داخل منطقه الجزاء قريبه من الست ياردات، ولكن الراجل بقى محمد حمدي بيطيح بالكره خارج الملعب تماما وبعيدا عن اطار العارضه والقائمين للمرمى، وفرصه كبيره ضائعه من لاعبي بلديه المحله كانوا يقدروا يستغلوها بشكل افضل من كده ويقربوا بيها النتيجه شويه الحقيقه، انما على طول مقطوعه وترجع الكره ناحيه اليمين للنادي الاهلي احمد وحيد. كره في وسط الملعب، ثلاث اربع نقلات محمد عبد الله، وادي الهجمه والمحاوله للاعبي نادي بلديه المحله من ناحيه اليمين، توصل الكره والمحاوله، وعبد العزيز بياخد او الحكم اداها للنادي الاهلي. هنشوف بقى الفاول والمخالفه، لاعب عبد العزيز كده عمل مخالفه مع لاعب النادي الاهلي في اللقطه الماضيه مع امير علاء. ترجع الكره في وسط الملعب احمد وحيد، عدى وماشي احمد وحيد، لعبها لكباكا، ادي كباكا ماشي وبيلعب الكره الجميله والمحاوله للاعب محمد رأفت اللي بيلعبها لفارس ناحيه الشمال، بيعدي وماشي داخل المنطقه، بيعدي وماشي وبيلعب كره لكباكا، ونفس الكره يا ولد، وحلوه يا ولد يا كباكا، تصويبه قويه جدا انما بتعدي بقى يعني بجوار القائم، وادي بقى الفرصه يعني زي الهجمه بتاع الهدف الاول بالظبط، انما اللاعب ده واضح جدا انه بيجيد استغلال سلاح التصويب، مهاره لدى اللاعب احمد خالد كباكا بالتاكيد. هيتكلموا كباتننا الكبار بقى في الاستوديو عن التصويبات الجميله للاعب اللي امام حضراتكم احمد خالد كباكا اللي كان تم تصعيده ايضا مع الفريق الاول بقياده المدير الفني الكبير مستر مارسيل كولر. ترجع الكره في وسط الملعب، ادي محمد رأفت، ولكن لمسه يد على محمد رأفت لصالح نادي
بلديه المحله في احداث هذا اللقاء. كريم فرغالي 3-0 مشاهدينا في شوط اول قدم الاهلي فيه تابلوه فني رائع جدا في كره القدم. دول عملوا معزوفه يعني متميزه جدا ولا سيمفونيات بيتهوفن بقى. النادي الاهلي النهارده يعني قدم شوط اول متميز جدا، شوط اول متميز جدا. ترجع الكره مره ثانيه، ادي الانطلاقه وكره في وسط الملعب. احمد وحيد بيلعب الكره الاماميه الحلوه، ادي عمرو خالد، ادي عمرو خالد يا ولد على المهاره، عدى بشكل حلو قوي عمرو، انفراد عمرو خالد ولكن طولت منه ولسه الهجمه بقى، واسلام محمد بيطلع ويمسك. انما يعني عدى من المدافع بشكل رائع جدا الحقيقه اللاعب عمرو خالد في اللقطه الماضيه، عدى من المدافع بشكل متميز، ويعني اسلام محمد بقى طلع في توقيت مناسب وانقذ نادي بلديه المحله من فرصه الهدف الرابع للنادي الاهلي من كوره صنعها لنفسه اللاعب عمرو خالد بيبو بتحركه المتميز ومهارته الكبيره في المرور من المدافع في اللقطه الماضيه. ترجع الكره مره ثانيه، ادي الهجمه والمحاوله مره اخرى للنادي الاهلي عمرو خالد بيبو، انما على طول مقطوعه وتوصل الكره على حدود منطقه جزاء. محمد عبد الله بيلعبها حلوه الكباكه لعبد الله بيعدي وماشي، وهل بقى هل هنشوف ادي ركله جزاء بالفعل، ركله جزاء بالفعل للنادي الاهلي، فرصه لاضافه الهدف الرابع. تمت عرقله اللاعب محمد عبد الله داخل منطقه الجزاء، ادي الكوره ادي الكوره ادي الكوره، خلي بالك وشوف، وادي بقى الاثنين يعني عملوه سندوتش كده في اللقطه الماضيه، وهنا النادي الاهلي استطاع بقى ان يحصل اللاعب محمد عبد الله على ركله جزاء للنادي الاهلي وفرصه لاضافه الهدف الرابع في احداث الشوط الاول. سلامات يا محمد، انما اداء متميز جدا من كل لاعبي النادي الاهلي النهارده. محمد عبد الله اخذ الكره ودخل بيها داخل منطقه الجزاء، خلي بالك اللعبه من اولها محمد عبد الله دخل في وسط لاعبي نادي بلديه المحله علشان يقدر ان هو ياخد الكره ويلعبها لكباكا اللي لعبها له مره ثانيه، والراجل اخذ الكره ودخل بيها داخل منطقه الجزاء، واستطاع النادي الاهلي ان يحصل بقى على ركله جزاء عن طريق لاعبه اللاعب محمد عبد الله اللي واقع على ارض الملعب، وفي لاعب ايضا من نادي بلديه المحله يعني واقع على ارض الملعب. لسه بدايه الموسم ولسه بقى اللياقه البدنيه ما اكتملتش لدى بعض اللاعبين والامور دي، انما بسم الله ما شاء الله تبارك الله على لاعبي النادي الاهلي النهارده اللي عاملين ماتش حلو قوي. كانوا عاملين معسكر في الاكاديميه البحريه وعملوا فيه مباريات وحققوا نتائج متميزه الحقيقه مع مديرهم الفني كابتن علاء عبده، وحاجه جميله جدا وحاجه محترمه وحاجه متميزه. ابطال بقى زي ما قلنا الموسم الماضي، وان شاء الله يكونوا ايضا ابطال الموسم الحالي. ادي محمد رأفت ومواجهه مع حارس المرمى اسلام محمد. محمد رأفت هل يقدر بقى يسجل الهدف الرابع في المباراه؟ هنشوف. محمد رأفت وحكم اللقاء كابتن هيثم عثمان. كابتن هيثم عثمان بيتكلم مع حارس المرمى بيقول له بقى ان هو يعني ما يطلعش بقدمه من على الخط، والتعليمات اللي كلكم حافظينها وعارفينها. وادي بقى هنا امامنا ركله الجزاء ومحمد رأفت ومواجهه مع الحارس اسلام محمد حارس مرمى نادي بلديه المحله في مباراه اليوم، وفرصه لاضافه الهدف الرابع في الوقت المحتسب بدلا من الضائع لاحداث الشوط الاول من هذا اللقاء. محمد رأفت واسلام محمد، رأفت واسلام ورأفت وداخل، يا ولد يا لعيب يا محمد، يا رأفت حطها حلوه جدا على يمين حارس المرمى اسلام محمد علشان يسجل الهدف الرابع للنادي الاهلي، ويا حته سكره كرتك في الشبكه منوره والهدف الرابع للنادي الاهلي في احداث هذا اللقاء عن طريق اللاعب محمد رأفت اللي بيسجل الهدف الرابع من ركله جزاء، حطها بثقه كبيره جدا. شوف بقى ببطن القدم بقوه نفذها بقوه وسريعه كده على يمين حارس المرمى اسلام محمد اللي الحقيقه حاول ان هو يروح معاها ويجيبها، ولكن الكره كانت اسرع منه واقوى منه والى داخل الشباك علشان يتقدم الاهلي في شوط اول نموذجي وشوط اول جميل جدا على نادي بلديه المحله باربع اهداف مقابل لا شيء. ومشاهدينا الاعزاء يعني بينتهي الشوط الاول في هذه اللحظات، بينتهي بقى الشوط الاول في هذه اللحظات مشاهدينا في كل مكان بتقدم النادي الاهلي 4-0 على نادي بلديه المحله. مشاهدينا في كل مكان استراحه قصيره ولنا عوده مع بدايه احداث الشوط الثاني، وبعد الفاصل تعود الكلمه للكابتن اسامه حسني وضيوفه الكرام. شكرا للكابتن اسامه حسني وضيوفه الكبار كابتن محمد حشيش ودكتور احمد ثابت. بسم الله الرحمن الرحيم، مره ثانيه مشاهدينا الاعزاء مشاهدي شاشه قناه الاهلي اهلا وسهلا بحضراتكم، واحداث الشوط الثاني من لقاء الاهلي وبلديه المحله في مستهل الجوله الاولى لدوري الجمهوريه مواليد 2005. شوط اول جميل ورائع ومتميز، قول زي ما انت عايز. النادي الاهلي النهارده قدم شوط يعني نموذجي
قدم فيه كل الطرق الهجوميه الحديثه والجميله والمتميزه، واستمتعنا باربع اهداف يعني رائعه جدا في الشوط الاول. الاهداف اللي كان سجلهم احمد خالد قباقه، محمود وحيد، عمرو خالد بيبو، ومحمد رأفت من ركله جزاء. وجماهيرنا اللي بتتابع معنا هذا اللقاء ممكن بقى كل واحد يسال اللي جنبه كده ويقول له مين اجمل هدف في الاربعه اللي شفناهم في الشوط الاول. والحقيقه الاربعه اجمل من بعض، حتى ركله الجزاء نفسها كان فيها ضغط من اللاعب محمد عبد الله واستخلاص الكوره ودخول داخل منطقه الجزاء، واستطاع ان هو يحيي الهجمه ويحصل منها على ركله جزاء، والتنفيذ كان متميز ايضا من اللاعب محمد رأفت اللي كان سجل الهدف الرابع للنادي الاهلي. مشاهدينا يمكن شفنا جمل جميله جدا وتحرك رائع، وادي بقى يمكن في تبديلات لنادي بلديه المحله مع بدايه احداث الشوط الثاني. هنشوف مع حضراتكم مين هينزل مكان مين، ومحاولات من المدير الفني بقى طبعا كابتن حاتم العوضي لتدارك الامور اللي بقت صعبه جدا عليه. شايف انا اللاعب فارس عكاشة، وشايف احمد وليد، فارس عكاشة واحمد وليد. طبعا كان في تبديل في الشوط الاول بنزول اللاعب عبد العزيز بدلا من محمد حسنين اللي هو كان رقم 22. هنشوف بقى هنا التبديلات مع بدايه احداث الشوط الثاني. كابتن هيثم عثمان بيستعد طبعا لاطلاق صافره البدايه بعد اجراء التبديلات من قبل بقى المدير الفني كابتن حاتم العوضي لنادي بلديه المحله في احداث هذا اللقاء. مشاهدينا الاعزاء، وبينزل بقى بالفعل الاثنين لاعبين اللي هو طبعا فارس عكاشة واحمد وليد. فارس عكاشة واحمد وليد بينزلوا، وبسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركه الله بنبدا مع حضراتكم احداث الشوط الثاني من هذا اللقاء، الاهلي وبلديات المحله. والنتيجه تقدم الاهلي باربع اهداف جميله ومتميزه في احداث المباراه. ترجع الكره مره ثانيه، ادي بقى الكره والى خارج الملعب طلعت وبقت رمي التماس. يعني الكابتن علاء عبده كان بيتكلم في تصريحات ما قبل المباراه وبيقول اللعيبه عندها اصرار على انهم يعملوا نفس يعني اللي عملوه في الموسم الماضي، الارقام القياسيه، النتائج الجيده، حسم اللقب بدري جدا. وواضح جدا ده ترجمه حرفيه للي قاله المدير الفني كابتن علاء عبده ما قبل يعني بدايه الدوري والمباراه. ودي عمرو خالد انطلاقه حلوه من ناحيه الشمال وبدايه قويه جدا للنادي الاهلي وتالق كبير لهذا اللاعب عمرو خالد بيبو. الحقيقه ادي عمرو خالد وحلوه حلوه 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 الفكره، حلوه الفكره الجميله مشاهدينا الاعزاء. ويعني عمرو خالد بيبو لعيب متالق، شوف بقى اللعبه، شوف اللعبه الحلوه قوي مشاهدينا الاعزاء، وحلوه يا ولد يا لعيب عمرو خالد بيبو فيها فكره. ولكن بقى اسلام محمد حارس المرمى في هذه اللحظات بيمسك الكره. ترجع الكره مره ثانيه، وسيمفونيات الاهلي بدات بدري جدا في الشوط الثاني، واللعيبه بقى بتلعب كره اكيد. خلي بالك الكابتن بقى هنا علاء عبد المدير الفني بين الشوطين اتوقع ان هو قال لهم متعوا نفسكم بقى، متعوا نفسكم، متعوا الجمهور ومتعونا ومتعوا الدنيا كلها بكره قدم جميله. النتيجه خلاص 4 للنادي الاهلي في الشوط الاول. وطبعا كلنا عارفين انه صعب ان بلديه المحله، احنا بنتكلم على الاداء اللي في ارض الملعب، كره القدم لا تعترف بشيء لانها لعبه غير منطقيه يعني، ولكن احنا بنتكلم انه النادي الاهلي مسيطر على المباراه وهو المرشح ان هو يسجل، والنتيجه ابتعدت على بلديه المحله باربع اهداف مقابل لا شيء. فلاعبي الاهلي قدروا بقى ان هم يطلعوا كل امكانياتهم الفنيه والمهاريه والفرديه ويمتعونا بكره قدم متميزه في الشوط الثاني زي ما كان الوضع في الشوط الاول. وشفنا اللامركزيه اللي اتكلموا عليها كباتنا الكبار في الاستوديو التحليل الحقيقه، والتحركات الجميله جدا والاهداف والجمل اللي احنا شفناها ايضا في الاهداف في الشوط الاول في هذا اللقاء. ترجع الكره مره ثانيه، ادي انطلاقه في وسط الملعب للنادي الاهلي وكره ملعوبه حلوه واحده والثانيه. يا سلام يا سلام يا سلام، يلا بقى كمل اللوحه، كمل اللوحه يا راجل، كان هيبقى هدف حلو قوي في اللقطه الماضيه. والوان توت لعبت بشكل متميز جدا داخل منطقه جزاء نادي بلديه المحله، انما فرصه كبيره جدا ضايعه من النادي الاهلي اعتقد كان محمد عبد الله. ترجع الكره مره ثانيه لنادي البلديه في الشوط الثاني، مهمه صعبه جدا لنادي بلديه المحله، النادي الكبير طبعا والنادي التاريخي، ولكن لسه بقى اللعيبه في بدايه الموسم وبيلتقوا النادي الاهلي حامل لقب البطوله في الموسم الماضي. ادي كريم فرغلي واقع على ارض الملعب لاعب نادي بلديه المحله في احداث هذا اللقاء، نتمنى له السلامه ان شاء الله ويكمل المباراه. وايضا اللاعب احمد وحيد لاعب النادي الاهلي، قام احمد وحيد، وادي كريم فرغلي ان شاء الله يقوم ويكمل اللقاء. نادي بلديه المحله من الانديه الكبيره زي ما قلنا لحضراتكم، قدم نجوم كبار جدا طبعا لكره القدم المصريه، اكرم عبد المجيد، احمد فاروق، ياسر رضوان، محمد عماره،
اللي لعبوا فترة كبيرة مع النادي الأهلي، كابتن ناصر النني والد بقى لاعبنا المحترف والمتميز جدا كابتن محمد النني، رضوان الرفاعي، أشرف كابونجا، وغيره وغيره من النجوم لكرة القدم المصرية. النادي اللي أنشئ عام 1931 واحد من أعرق الأندية في الدوري المصري الممتاز، نادي بلدية المحلة. ولكن بقى هبوط غزل المحلة يعني حرمنا من مشاهدة ديربي، ديربي مدينة المحلة، وكان يعني من الدربيات الكبيرة جدا في الغربية، وكنا بنشوف بقى الحضور الجماهيري المميز في الملعب النادي ده وملعب النادي الآخر، والدنيا كانت بتبقى زي الفل الحقيقة. ولكن كل التوفيق لنادي البلدية في الدوري الممتاز، وإن شاء الله نادي غزل المحلة يعود مرة ثانية للدوري الممتاز. الأندية الجماهيرية، الأندية الكبيرة والأندية المتميزة، لأن الجمهور هو العنصر الأساسي لنجاح أي بطولة، خلي بالك يعني الجمهور ينجح اي حاجه. ادي بقى اللعبه الحلوه بتاعه الوان تو بتاعه محمد رأفت النهارده اللي عامل اداء متميز، وادي الراجل بقى هنا محمد عبد الله كان يقدر ان هو يسجل هدف للنادي الاهلي، وكان هيبقى هدف خامس جميل جدا. انما عجبني قوي اداء محمد رأفت على المستوى الهجومي. شفنا بقى استاذ محمد الدكروري اللي كان بيعد لنا الهجمه في اللقطه الماضيه، وبيقول لنا ان اللاعب محمد رأفت يعني بيجيد ان هو يلعب اسيستات متميزه جدا على حدود منطقه الجزاء. ادي محمد رأفت اهو راجع، وفاول للنادي الاهلي، فاول للنادي الاهلي. نتمنى باذن الله زينا زي اي حد في منظومه كره القدم المصريه ان الجمهور يعود مره ثانيه ويملا المدرجات، ونشوف بقى الاهازيج، ونشوف الاغاني، ونشوف التشجيع الجميل، ونشوف الدخلات الحلوه اللي احنا كنا دايما بنشوفها وبنستمتع بيها. ولكن ايضا الجمهور لازم يلتزم ويتبع التعليمات علشان يساعد بقى يعني اخواننا واخواتنا بتوع الامن على طبعا التنظيم. ترجع الكره مره ثانيه في وسط الملعب لكباكا، وادي كره ملعوبه واحده والثانيه بشكل متميز جدا من لاعبي النادي الاهلي احمد وحيد. بيعدي وماشي احمد، لسه الكره في وسط الملعب، استلام من لاعبي النادي الاهلي في احداث هذا اللقاء، وكرات كده على حدود منطقه الجزاء. ادي محمد رأفت اللي بيوزع حلويات النهارده، ادي محمد رأفت، هل بقى يقدر، هل يقدر ومره ثانيه، لكن بقى احمد اسلام محمد حارس المرمى لبلديه المحله بيتصدى. الاهلي عنده فرصه ان هو يضيف اهداف اخرى في الشوط الثاني من المباراه، النتيجه 4 وممكن يبقى رقم قياسي النهارده، هنشوف بقى اللي هيحصل ايه في الشوط الثاني. ومهمه صعبه لنادي بلديه المحله وسط تالق اللعيبه. ادي عمرو خالد، عمرو خالد عدى ولكن طولت منه الكوره والى خارج الملعب، طلعت وبقت ركله مرمى في اللقطه الماضيه. ادي حكم اللقاء بيتكلم، وعمرو خالد هو يعني خلي بالك عمرو خالد، ادي حكم اللقاء بيقول له يعني بلاش الاشتراك مع المدافع في اللقطه الماضيه. وعمرو خالد اعتقد ما كانش يقصد، يعني لعيب من اللعيبه المتميزه جدا عمرو خالد، لعيب كبير ولعيب يعني عامل شوط اول جميل جدا، وشفنا المهاره اللي استغلها والسرعات بتاعته وسرعه البديهه الحقيقه في الهدف اللي كان سجله، الهدف الثالث للنادي الاهلي في الشوط الاول، ولحظه خروج حارس المرمى كده لعبها من فوقيه بشكل متميز جدا، ينم عن مهاره كبيره تهديفيه لهذا اللاعب المتميز عمرو خالد بيه. ترجع الكره مره ثانيه، ادي النادي الاهلي اللي عمل سيمفونيه رائعه زي ما قلنا في الشوط الاول، واللعيبه بتمتع نفسها بقى وبتمتعنا في الشوط الثاني. احمد وحيد، كره في وسط الملعب لكباكا، كباكا بيلعب الكره في الخلف مره ثانيه لمحمود وحيد اللي شفنا انه سجل بقى هدف ثاني من لعبه راسيه كده من ركله ركنيه كانت متميزه جدا. ادي الانطلاقه ناحيه اليمين للنادي الاهلي في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء. كره تتلعب على طول، توصل امير علاء، امير علاء، شوف امير دخل في وسط الملعب، امير علاء بيلعب الكوره واحده والثانيه كده ملعوبه للنادي الاهلي في احداث هذا اللقاء. ترجع ناحيه الشمال عند امير، امير بيستلم، امير علاء، لسه امير علاء بيلعب لكباكا، كباكا بيلعبها لاحمد وحيد، احمد وحيد، وادي بقى الباصات الجميله من لاعبي النادي الاهلي، عبدين، احمد عبدين، ترجع الكره لاحمد وحيد بيعدي وماشي، عدى احمد وحيد وماشي ولعب الكوره في الوسط ليوسف عبد الحفيظ. ترجع الكره مره ثانيه، وده محمد رأفت، ادي الكره من اللعيبه الاماميه، استلام بشكل جيد من عمرو خالد بيبو لمحمد رأفت اللي بيلعب كره بينيه حلوه، استلام من فارس خالد، حلوه داخل منطقه فارس، لسه الكره معاه، عدى وماشي يا ولد يا فارس، حلوه ولكن برافو يا اسلام يا محمد، الحقيقه حارس مرمى البلديه ولسه الهجمه، ادي الكره العرضيه العاليه داخل منطقه الجزاء، وترجع لسه الكره، لسه الكره، كل ده داخل منطقه، حلوه حلوه اللعبه، حلوه اللعبه للمره الثانيه فارس خالد، للمره الثانيه فارس خالد، ولكن اسلام محمد حتى الان يعني يتالق الحقيقه في الهجمه اللي فاتت دي لبلديه المحله، وبيطلع الكره على مرتين، على مرتين، ادي الاولى من فارس، ادي الاولى من فارس، وعلى طول بقى اسلام محمد يتصدى بشكل متميز جدا حارس المرمى، ثم تعود الكره الى محمد رأفت اللي بيلعبها هناك ناحيه اليمين، وادي الكره العرضيه بقى اللي كانت من يوسف عبد الحفيظ، واللاعب فارس خالد سدد في اتجاه المرمى. شوف بقى هنا الكره اللي من كباكا ورجعت لفارس، استلم فارس وعدى ولف
خضار ولعبها حلو قوي، ولكن برافو حارس المرمى اسلام محمد يعني بيحرمه من ان هو يسجل هدف على مرتين في اللقطه الماضيه اللاعب فارس خالد لاعب النادي الاهلي في مباراه اليوم. انما يعني كره حلوه قوي من اللاعب فارس خالد، عامل اداء متميز جدا مع زملائه النهارده، حاجه جميله جدا الحقيقه للنادي الاهلي. ترجع الكره في وسط الملعب، ادي استلام من امير، عدى امير وماشي، عدى امير وماشي لعب الكره هناك ناحيه اليمين يوسف عبد الحفيظ اللي بيلعب الكره اللي عبدين في وسط الملعب، استلام من امير اللي دخل في وسط الملعب كده ولعبها هناك ناحيه اليمين عند يوسف عبد الحفيظ، يوسف عبد الحفيظ بيلعب الكره العرضيه لمحمد عبد الله، محمد عبد الله، محمد عبد الله استغل المهاره وعدى حلو قوي داخل المنطقه ولعب الكره العرضيه وممكن يا ولد يا ولد يا ولد بقى محمد رأفت بيسجل، محمد رأفت بيسجل الهدف الخامس للنادي الاهلي في مباراه اليوم، واحلى صوره واجمل كوره وحاجه جميله جدا. النادي الاهلي النهارده وخماسيه اهلاويه، خماسيه اهلاويه على البلديه، النادي الاهلي متالق وحاجه حلوه. وشوف بقى الكوره اللي اصطدمت بالقائم ورجعت للمتابع الجيد اللي متحرك داخل منطقه الجزاء اللي قدم هدايا لزملائه، تاتي ليه هديه ما يرفضهاش وبيسجل بيها الهدف الخامس اللاعب بقى محمد رأفت علشان يسجل الهدف الثاني الشخصي ليه في مباراه اليوم بعد ان سجل الهدف الرابع من ركله جزاء. يعود محمد رأفت ويسجل الهدف الخامس في احداث هذا اللقاء، وادي المهاره بقى من محمد عبد الله والاعاده للهدف الجميل. محمد عبد الله لعب الكره العرضيه وادي كباكا والكره تصطدم بالقائم وترجع لرأفت اللي يودعها الشباك ويعلن عن تقدم النادي الاهلي بخمس اهداف. مشاهدينا في كل مكان في مباراه اليوم في احداث الشوط الثاني، وبنلعب في الدقيقه 55، لسه بدري تماما، لسه بدري وبقت خمسه، لسه بدري وبقت خمسه. ترجع الكره مره ثانيه، هذه انطلاقه حلوه ومرور امامنا من اللاعب فارس خالد، انما على طول تتقطع وتوصل الكره مره ثانيه هناك ناحيه اليمين، وادي الكره مقطوعه وتوصل لامير علاء، امير علاء. انما متعه كبيره جدا بيقدمه لنا نجوم النادي الاهلي النهارده، ونتيجه كبيره جدا على نادي بلديه المحله في مستهل وبدايه الدوري. يعني انت لسه بتتكلم في الجوله الاولى، لسه بتتكلم في الجولة الأولى والانسجام بقى والأمور دي كلها، ولكن ده ثمار جيدة للمعسكر اللي كان في الأسكندرية. نشوف الهجمة دي الأول، وادي فارس خالد مرة تانية عدى على شمال وعايز يسجل بقى فارس النهاردة، عايز يسجل فارس النهاردة، ولسه الهجمة، لسه الهجمة، إنما حكم اللقاء بيدي فاول، بيدي فاول وهيدي إنذار، هنشوف لمين. إدى إنذار هنا للاعب نادي بلدية المحلة، إدى إنذار للاعب نادي البلدية في اللقطة الماضية، اللاعب عطية عوض يحصل على إنذار لاعب نادي بلدية المحلة في أحداث هذا اللقاء. مشاهدينا الأعزاء، النادي الأهلي اللي كان حقق ثلاث انتصارات وتعادل وحيد في معسكر الإسكندرية مع مديرهم الفني علاء عبده، وادي يعني مواصلة لمسلسل الإبداع المستمر منذ الموسم الماضي لفريق 2005 للنادي الأهلي، الفريق الكبير والفريق المحترم والمتميز اللي قدم نجوم كبار جدا طبعا، ولسه هيقدم ان شاء الله للفريق الاول ومارسيل كولر. ان شاء الله نشوف يعني مشاركات بقى للاعبين اللي متواجدين مع في المعسكر واللي بيتصعدوا بصفه دائمه للفريق الاول، ونشوف بقى نجوم كبار جدا من قطاعات الناشئين بالنادي الاهلي. قياده رئيس القطاع طبعا كابتن وليد سليمان واحد من النجوم الكبار. ادي تبديلات بقى للنادي الاهلي في احداث هذا اللقاء، يوسف جمال بيستعد للنزول، بينزل اهو يوسف، والتبديلات للنادي الاهلي، بيخرج محمد عبد الله، محمد عبد الله، وايضا تبديل ثاني للنادي الاهلي في مباراه اليوم، عمر سيد، عمر سيد معوض النجم الكبير اهو على طول، مخرجنا الاستاذ محمد الدكروري معانا على طول وبيجيب طبعا الصوره على كابتن سيد معوض اللي بيتابع ابنه النهارده في مباراه اليوم، واحد من النجوم الكبار طبعا عمر سيد معوض. عمر سيد معوض بينزل ارض الملعب، لعيب كبير ولعيب متميز جدا، وخلي بالك الجمهور بيحب يشوف اللعيب اللي هو زي عمر سيد ده، لانه لعيب عنده مهاره وعنده يعني فنيات وحاجه يعني جميله جدا. نتمنى له كل التوفيق وان شاء الله يكون نجم كبير جدا زي والده كابتن سيد معوض اللي قدم تاريخ كبير مع النادي الاهلي وايضا مع المنتخب الوطني. ادي كره ملعوبه اماميه ومعديه واصله في اتجاه حارس المرمى اسلام محمد، اسلام محمد بيتقدم وماشي اسلام وبيلعبها هنا ناحيه اليمين وترجع له مره ثانيه لفريق نادي بلديه المحله اللي في موقف صعب جدا،
ادي بقى امامنا فارس خالد بيقطع الكره. فارس خالد وماشي ماشي فارس خالد ماشي فارس خالد على حدود المنطقه بيلعب كره بينيه حلو. ادي عمر سيد بيلعبها لفارس وهوبا. النهارده بقى اسلام محمد بيقول له مش هتسجل يا فارس، بيقول له مش هتسجل يا فارس. الراجل يعني حارس مرمى بلديه محله النهارده وكانه بيلاعب اللاعب بقى يعني فارس خالد لاعب النادي الاهلي مع القائم الايسر يعني يساعده في اللقطه الماضيه دي وتطلع الكره وتبقى ركله ركنيه. ولكن هنشوف بقى المباراه اللي داخل المباراه ما بين فارس خالد وما بين اسلام محمد حارس المرمى، هنشوف من سيتفوق في الاخر. حتى الان اسلام محمد يتصدى لثلاث كرات خطيره جدا، ثلاث كرات اهداف مؤكده من اللاعب اللي هو فارس خالد لاعب النادي الاهلي. ركله ركنيه من ناحيه اليمين بتتلعب على طول عرضيه عاليه وخطيره جدا، ولكن بيطلع بقى مره ثانيه اسلام محمد حارس المرمى. اسلام محمد حارس المرمى بيطلعها الى خارج الملعب وركله ركنيه. خلي بالك حد يقول لي النتيجه الاهلي 5 وبلديه المحله 0 وحارس المرمى انت بتقول متالق، لا الراجل يعني صد اكتر من كره خطره. ادي كره تتلعب على طول عرضيه عاليه ومعديه وخطره جدا ومره ثانيه، انما يبدو انه في مخالفه لصالح دفاع نادي بلديه المحله من قبل كابتن هيثم عثمان حكم اللقاء. وادي امامنا اسلام محمد حارس المرمى، نتمنى له السلامه. الراجل يعني مصاب من الشوط الاول ولكن تحمل وكمل المباراه، شفناه يعني وقع اكتر من مره ونزل له رجال العلاج. بدلاء النادي الاهلي في مباراه اليوم عمر كمال ويوسف اسلام، ابراهيم عادل وزياد سامي وعبد الرحمن عماد، يوسف جمال نزل وسيف ايمن وعمر معوض ايضا نزل وحسام عادل. وقع على ارض الملعب الحارس اسلام محمد اللي تصدى لثلاث كرات خطيره جدا من اللاعب فارس خالد لاعب النادي الاهلي في مباراه اليوم. والاهلي اللي سجل 5 اهداف عن طريق اللاعب احمد خالد قباقه ومحمود وحيد وعمرو خالد بيبو ومحمد رأفت سجل من ركله جزاء وسجل الهدف الخامس ايضا. نتيجة 5 حتى الآن للنادي الأهلي على بلدية المحلة في مباراة الأهلي تفوق فيها لاعبا ونتيجة. النادي الأهلي تفوق في هذا اللقاء لاعبا ونتيجة الحقيقة، وحاجة كانت جميلة جدا. أدي أمامنا اللاعب أحمد خالد قباقة اللي كان سجل بقى الهدف الأول في المباراة، وأمامنا يعني النجم الكبير عمر سيد معوض ويوسف جمال اللي كان أمامنا في الصورة، يعني لعيبة كبار جدا من لاعبي النادي الأهلي امام نادي بلديه المحله اللي تالقوا جدا. شوف بقى الاعاده للهجمات والكرات الحلوه. وادي محمد رأفت ادي بقى ده الهدف الخامس يعني للنادي الاهلي. واللعبه والقصه من اولها بنشوفها مع حضراتكم مشاهدينا الاعزاء. وادي امامنا بقى هنا يعني الاصابه لا زالت للاعب بلديه المحله اسلام محمد حارس المرمى. عندهم محمد المنشاوي الحارس البديل المتواجد على مقاعد البدلاء، بالمره نقول البدلاء كلهم، كريم كرم السعيد 18، احمد وليد نزل، عثمان وحيد، عبد العزيز ايضا شارك في المباراه، فارس عكاشه شارك في اللقاء، احمد عبد العزيز وعبد الله ابو العزم. لسه حارس المرمى واقع على ارض الملعب اسلام محمد حارس مرمى نادي بلديه المحله. نتمنى له السلامه طبعا، ان شاء الله يكمل المباراه. نتمنى السلامه للكل ونتمنى السلامه للجميع. وشفنا طبعا مشاهدينا الاعزاء قرعه بقى كاس العالم للانديه، والنادي الاهلي يلتقي الفائز من اتحاد جده. ادي كوره بتتلعب يعني بقى اعاده الهدف، ادي اعاده الهدف هنا للاعب احمد خالد قباقه الهدف الاول في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء. الاهلي يلتقي الفائز من اتحاد جده مع اوكلاند سيتي. ان شاء الله النادي الاهلي يحقق نتائج متميزه جدا في كاس العالم للانديه. اكثر المشاركات 22 مباراه، حقق 8 فوز، سجل اهداف كتيره جدا في المسابقه، و يعني حاجة جميلة جدا. ثلاث أعوام المركز والحصول على الميدالية البرونزية ومرتين المركز الرابع النادي الأهلي ونتائج متميزة في كأس العالم للأندية. إن شاء الله بإذن الله يحقق المزيد والمزيد من النجاحات والانتصارات مع قيادة فنية حكيمة بقى للسويسري مارسيل كولر. أدي انطلاقة من ناحية شمال كرة حلوة، وأدي العرضية بالقدم اليسرى جميلة جدا ولسه على حدود المنطقة، ومحاولة في هذه اللقطة بقى من عمرو خالد وركلة ركنية للنادي الأهلي من ناحية الشمال. ركله ركنيه للنادي الاهلي من ناحيه الشمال مشاهدينا الاعزاء اللي متقدم حتى الان على بلديه المحله بخمس اهداف مقابل لا شيء، بخمس اهداف مقابل لا شيء في مباراه اليوم. هل نصل بقى للرقم 6 اللي دايما بيكون له ذكريات مميزه مع لاعبي النادي الاهلي؟ ادي كره ملعوبه عرضيه عاليه وخطيره، ولكن بقى اللعبه الراسيه هذه المره هو في عتاب كده بين اللعيبه، كان بيقول له سيبها لي انما هو لعبها والكره الى خارج الملعب وطلعت وبقت ركله مرمى. ادي اللقطه وادي الاعاده وادي اللعبه الراسيه.
انما الى خارج الملعب طلعت وبقت ركله مرمى لنادي بلديه المحله في احداث هذا اللقاء. مشاهدينا الاعزاء، روح حلوه وتنافس جميل ما بين لاعبي النادي الاهلي النهارده، وحرص شديد على اضافه المزيد والمزيد من الاهداف. النتيجه 5، ما اكتفوش بالخمسه، لا عايزين يسجلوا، عايزين يزودوا، وده شيء جيد جدا. الكره الهجوميه دايما بنشوفها، ودايما بنشوف انه اللاعب طالما اتيحت لك فرص سجل على طول. كنا دايما بنسمع زمان يقول لك انه طالما النتيجه بقت كبيره خلاص اللعيبه بقى تبدا تكسل، ويعني ما تبقاش حريصه شويه على انها تسجل اهداف اخرى، ولكن الكلام ده احنا مش شايفينه النهارده مع النادي الاهلي، ودي دوافع كويسه جدا بيخلقها بقى المدير الفني. التعامل النفسي خلي بالك مع لاعب كره القدم مهم جدا، والكابتن علاء عبده يعني واضح جدا انه بيجيد التعامل ده مع اللاعبين في ارض الملعب وفي هذا الموسم. ترجع الكره واحده والثانيه، ادي اللمسات الحلوه، ادي الكره، وهوبا وهوبا، مش ممكن مش ممكن، كان هيبقى السادس، كان هيبقى السادس، ولكن الكره بتاعه كباكا تمر بجوار القائم الايمن بعد ان اصطدمت بمدافعه نادي بلديه المحله، وتطلع وتبقى ركله ركنيه للاهلي من ناحيه الشمال، ركله ركنيه للنادي الاهلي من ناحيه الشمال، وحاجه عظمه. شوف بقى الكره وكباكا والمرور الجميل والكرات بقى الحلوه اللي ملعوبه في احداث هذا اللقاء. وش الرجل بتاعه، ادي وجه القدم اللي مسجل بيه هدف، ولعب كره مرت بجوار القائم، وادي كره مره ثانيه بوجه القدم، وكرات جميله جدا. عبد الله بالعزم يستعد للنزول، وبينزل دلوقتي لاعب نادي بلديه المحله، وركله ركنيه للنادي الاهلي، ركله ركنيه بتتلعب على طول عرضيه، لكن بيطلع دفاع نادي البلديه، وترجع الكره مره ثانيه. مستنيين بقى نشوف المهارات والفنيات والحاجات الحلوه بتاعت اللاعب عمر سيد معوض. ادي كره ملعوبه من يوسف جمال، انطلاقه من فارس خالد، فارس خالد بيعدي وماشي، فارس خالد، وكره انما الى خارج الملعب، ورمي التماس لنادي بلديه المحله، رمي التماس لنادي بلديه المحله. نادي بلديه المحله اللي بالتاكيد هيكون في كلام كتير جدا من كابتن حاتم العوضي مع اللاعبين ما بعد هذا اللقاء، والاستعداد بقى يكون بشكل افضل من كده في قادم الجولات من دوري الجمهوريه 2005. تبديل اوت، ادي امامنا اللاعب عمر، او ده يوسف جمال، انما الى خارج الملعب يوسف جمال، ورميه التماس لنادي بلديه المحله. اسامه اشرف بيلعبها على طول اماميه، يرجع ويجيبها يوسف جمال ويصلح الغلط بتاعه، وادي كرة حلوة، رأفت بيلعب كرة بينية، انفراد انفراد، يا ولد يا ولد يا ولد على الجول الحلو، يا سلام على الجول الجميل جدا في هذه اللقطة مشاهدينا الأعزاء للنادي الأهلي وعمر سيد معوض. أهو لسه بقول لحضراتكم نشوف بقى المهارات والفنيات، وادي عمر سيد معوض وبالتأكيد رايح لوالده، وحاجة جميلة جدا بيحتفل بقى هنا أمامنا مشاهدينا الأعزاء عمر سيد معوض بالهدف السادس للنادي الأهلي. عمر سيد معوض بيضيف الهدف السادس للنادي الأهلي في مباراة اليوم، إنما محمد رأفت، شوف محمد رأفت بيعمل إيه، حاجة جميلة جدا. وادي بقى يا عمر، يا عمر يا ولد العيب يا عمر، وحط جول حلو قوي وسجل الهدف السادس للنادي الأهلي وسداسية للنادي الأهلي. وادي أمامنا بقى كابتن سيد معوض، أمام أنظار الكابتن سيد معوض النجم الكبير لكرة القدم المصرية عمر سيد، يسير على خطى تألق والده ويسجل الهدف السادس في مباراة اليوم، ويعني مستقبل لاعب واعد جدا، نتمنى له كل التوفيق هو وكل زملائه بالمناسبة. يعني النتيجة 6، وبنلعب في الدقيقة 67 من عمر أحداث هذا اللقاء وشوطه الثاني. 6 للأهلي، 6 للأهلي. ترجع الكورة، أدي بقى الانطلاقة في وسط الملعب، استلام بشكل جيد من أحمد وحيد بيلعبها لعمر، ترجع الكرة لمحمد رأفت هناك ناحية اليمين، يوسف عبد الحفيظ، انطلاقة وكرة داخل المنطقة، وترجع الكرة مرة تانية لكن إلى خارج الملعب، وركلة مرمى لنادي بلدية المحلة اللي في موقف لا يحسد عليه. 6 الأهلي، وأعتقد لسه ممكن نشوف أهداف تانية وأهداف أكتر من الست أهداف المسجلين حتى الآن مشاهدينا الأعزاء للنادي الأهلي. الأهلي 6، بلدية المحلة لا شيء في أحداث هذا اللقاء. ادي امامنا اللاعب عمر، عمر معوض، عمر سيد معوض، لاعب المتميز جدا، لاعب لديه امكانيات كبيره جدا. وادي امامنا بقى والده الكابتن سيد معوض اللي اكيد سعيد وفرحان باداء ابنه، ربنا يحفظه ويبارك فيه طبعا. ادي امامنا ومخرجنا بقى الاستاذ محمد الدكروري معانا على طول. تتلعب الكره اماميه عاليه ومعديه واصله هناك ناحيه اليمين في وسط الملعب لكباكا، كرة لعمر سيد لكباكا،
ومحاولة في هذه اللحظات، بيضغط عمر ويجيبها، بيضغط عمر، بيضغط عمر وبيلعب كرة بينية حلوة. عمرو خالد، عمرو خالد، عمرو خالد وسبعة، عمرو خالد والسابع، عمرو خالد والسابع. يا ليلة أهداف، يا ليلة أهداف النهاردة، حاجة جميلة جدا. وادي عمرو خالد بيبو بيسجل الهدف السابع للنادي الأهلي، الهدف السابع. الورقة اللي معايا خلصت، ادي بقى الانطلاقة. وادي عمرو خالد بيبو، يا ولد يا لعيب، حطها حلوة قوي بالقدم اليمنى على يمين حارس المرمى إسلام محمد الذي لا حول له ولا قوة النهاردة، لا حول له ولا قوة النهاردة. هو ما تألقش إلا قدام اللاعب فارس خالد الحقيقة، حرمه من إنه يسجل، إنما عمرو خالد بيبو بيسجل، عمرو خالد بيبو بيسجل الهدف الثاني ليها على المستوى الشخصي. وبيخرج، يعني بيخرج عمرو خالد بيبو دلوقتي، بيخرج عمرو خالد بيبو بعد أن سجل. تبديلات للنادي الأهلي، وشايفنا أيضا اللاعب فارس خالد هيغادر أرض الملعب مشاهدينا الأعزاء. وعمرو خالد بيبو بيخرج وبينزل اللاعب سيف أيمن، سيف أيمن بينزل للنادي الأهلي، لاعب النادي الأهلي في مباراة اليوم مشاهدينا الأعزاء. وتبديلات بقى من المدير الفني كابتن علاء عبدو في مباراة اليوم، وهناك أيضا تبديل آخر، أعتقد خرج اللاعب فارس خالد. وهنشوف النتيجة سبعة للأهلي لا شيء لبلدية المحلة في مباراة اليوم. أداء متميز جدا وأداء رائع من لاعبي النادي الأهلي، وسجلوا سبع أهداف في أحداث هذا اللقاء الممتع والجميل والمتميز من جانب لاعبي النادي الأهلي. أدي عمر معوض، وأدي قصة الهدف، وعمر معوض يعني يا ولد لعيب بالقدم اليسرى بيسجل هدف جميل جدا للنادي الأهلي من السبع أهداف المتميزة اللي تم تسجيلهم النهاردة. يعني كان عمر معوض سجل الهدف السادس، وعمر خالد بيبو أضاف الهدف السابع في مباراة اليوم، وتستمر النتيجة حتى الآن سبعة للنادي الأهلي مشاهدينا الأعزاء. لسه حارس المرمى إسلام محمد واقع على أرض الملعب، وبعض التعليمات بقى من المديرين الفنيين هنا وهنا. يعني وصلنا للدقيقة 70 ويتبقى تلت ساعة مشاهدينا الأعزاء على يعني انتهاء الوقت الأصلي لأحداث هذا اللقاء. وادي عمرو خالد بيبو، ادي عمرو خالد بيبو الهدف بقى اللي سجله، الهدف السابع قبل ما يخرج، وهدف جميل جدا لعمرو خالد بيبو في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء. هو بالمناسبه سجل هدفين، سجل هدفين، سجل الهدف الثالث وسجل الهدف السابع في احداث هذا اللقاء، اللقاء الممتع واللقاء الجميل واللقاء اللي تفوق فيه النادي الاهلي. يمكن فريق الشباب 2003 للاهلي كان حقق الفوز على بلديه المحله في مواليد 2003 1-0 زي ما قلنا، الهدف بهدف وحيد عبد الرحمن شريف. انما النهارده الاهلي 2005 يعني محقق نتيجه كبيره جدا. ادي بقى يعني الاهداف والحاجات الجميله اللي بيعدها لنا استاذ محمد الدكروري. وادي هدف كباكا، والهدف الاول الجميل بوجه القدم المتميزه جدا لهذا اللاعب الرائع، واللي قدر ان هو يسجل ويفتتح هذا المهرجان من الاهداف للنادي الاهلي في مباراه يعني الاهلي قدم فيها كل حاجه، قدم فيها كل حاجه. ركلات ركنيه تلاقي، ركلات جزاء تلاقي، تصويب من خارج منطقه الجزاء تلاقي، يعني اسيستات وكرات ملعوبه من فوق حرس المرمى تلاقي، كل اللي انت عايز تشوفه النهارده في الاهداف هتلاقيه موجود في الماتش ده. اي حاجه حضرتك بتحبها في كره القدم هتلاقيها موجوده في السبع اهداف اللي سجلها النادي الاهلي في ماتش النهارده امام نادي بلديه المحل. ان شاء الله يكون موسم استثنائي اخر للنادي الاهلي على مستوى كل بقى يعني القطاعات وكرة القدم والألعاب الجماعية، ونحتفل من جديد بموسم كبير ورائع إن شاء الله، ومباراة اتحاد العاصمة تكون هي البداية، ويحصل الأهلي على لقب السوبر الأفريقي. كل التوفيق للنادي الأهلي في بطولة طبعا السوبر الأفريقي أيضا اللي هتقام قريبا، وإن شاء الله الأهلي يقدر إن هو يحقق هذه البطولة والأمور تبقى يعني جيدة للنادي الأهلي اللي جمهوره بينتظر منه الكثير والكثير، والنادي الأهلي اللي حقق يعني إنجازات كبيرة جدا مع الأسطورة بقى كابتن محمود الخطيب اللي بنتمنى له بإذن الله تمام الشفاء. أدي كرة وتصويبة سيف أيمن، سيف أيمن بيسدد، ولكن ترجع الكرة مرة تانية لسيف أيمن على حدود المنطقة، وركلة حرة مباشرة، ركلة حرة مباشرة. هل يكتمل بقى كوكتيل الأهداف الجميلة دي والمهارات الحلوة بهدف من ركلة حرة مباشرة خارج منطقة الجزاء؟ خلينا نشوف، خلينا نشوف ونتابع، خلينا نشوف ونتابع. وادي الكرة، واللاعب أحمد خالد كباكا هو اللي يعني ماسك الكرة، إنما ده كان سيف أيمن هو اللي بيحصل على المخالفة في هذه اللقطة مشاهدينا الأعزاء. وركلة حرة مباشرة للنادي الأهلي،
ركله حره مباشره للنادي الاهلي، متطرفه شويه كده على حدود المنطقه او قريبه من المنطقه علشان الكلمه تبقى دقيقه شويه، ناحيه اليمين مشاهدينا الاعزاء. ادي بقى يعني نقاشات واللعيبه بتتكلم، هنشوف هيعملوا ايه، مداولات رباعيه حوالين الكوره كباقه، وهنشوف يا ترى ايه اللي هيحصل. محمد رأفت وكباقة وركلة حرة للنادي الأهلي على حدود منطقة الجزاء، يا ترى هتتنفذ ازاي؟ والركلة الحرة للنادي الأهلي من مكان متميز، هو ناقص ان احنا نشوف ركلة حرة تتسجل. وحلوة حلوة حلوة، شوف اتلعبت ازاي، شوف اتلعبت ازاي من كباقة، انما عدت بقى بجوار القائم الايمن وطلعت وبقت ركلة مرمى. الحقيقة كان نفسي تبقى جول دي، انما اتلعبت حلوة قوي، ده ثبت الراجل هنا بقى اسلام محمد حارس المرمى، يعني ما اتحركش ولا راح يمين ولا راح شمال، وقف تماما في اللقطة الماضية وثبته بشكل متميز جدا احمد خالد كباقة اللي امام حضراتكم ده، ولكن الكرة بتاعته عدت بجوار القائم الايمن وطلعت وبقت ركلة مرمى. والحقيقة كان هيبقى شيء جيد جدا لو سجل الاهلي من ركلة حرة مباشرة، انما هي اتلعبت حلو، اتلعبت حلو الحقيقة، ولاعب لديه مهارات كبيرة جدا الحقيقة هذا اللاعب احمد خالد كباقة، على الرغم من انه لاعب متميز جدا وفي وسط الملعب الهجومي للنادي الاهلي، وايضا بيجيد التصويب وعنده وش الرجل بتاعه حاجه جميله جدا، والركلات الثابته ايضا بيمتاز بتنفيذها. سيف ايمن داخل منطقه سيف ايمن بيلعب كره عرضيه خطيره ومحاوله مره ثانيه للنادي الاهلي وفرصه لاضافه الهدف الثامن، انما المره دي بقى يعني اللاعب محمود وحيد لعبها بهذا الشكل وطلعت وبقت ركله مرمى لنادي بلديه المحله في احداث هذا اللقاء. سباعيه للنادي الاهلي نلعب في الدقيقه 75 من عمر واحداث الشوط الثاني والمباراه. مشاهدينا الاعزاء في مباراة ممتعة جدا للنادي الأهلي النهاردة، قدموا لنا كل حاجة في كرة القدم وقدموا لنا 7 أهداف ومتعونا ومتعوا الجماهير اللي بتتواجد وتتابع قناة الأهلي مشاهدينا الأعزاء. ترجع الكرة مرة ثانية، ادي انطلاقة من ناحية اليمين، عمر معوض، عمر سيد معوض بيعدي وماشي، عمر سيد المهارة بقى لعمر، عدى إنما طولت منه المرة دي الكرة وإلى خارج الملعب طلعت وبقت ركلة مرمى. لاعب كبير عمر سيد ولاعب من اللعيبة اللي قلنا بينتظرهم مستقبل واعد في كرة القدم المصرية بإذن الله، ربنا يوفقه وربنا يوفق كل زملائه وكل لاعبي النادي الأهلي في مرحلة الناشئين بإذن الله، وأيضا على مستوى الفريق الأول. دايما النادي الأهلي بيفرح جمهوره وبيمتع جمهوره، وهو النادي الوحيد اللي بيحمل لواء الكرة المصرية على على مستوى بقى المنافسات القارية والعالمية. أيضا شفنا زي ما قلنا لحضراتكم قرعة كأس العالم للأندية، وادي أمامنا بقى طبعا كابتن احمد ناجي وبعض الحضور اللي متواجدين النهارده في ملعب النادي الاهلي. ترجع الكوره ناحيه الشمال مره اخرى للنادي الاهلي عن طريق اللاعب محمود وحيد، كره في وسط الملعب، محمد رأفت بيفتح الملعب هناك ناحيه اليمين، محاولات للنادي الاهلي، كره كده في وسط الملعب متبادله ما بين اللاعبين، و ترجع الكرة لرأفت، رأفت بيلعب الكرة لكباقة، ادي كباقة بيلعب التمرير الأمامية، استلام بشكل جيد ومحاولة في هذه اللقطة، إنما حكم اللقاء ما اداش حاجة لسيف أيمن هذه المرة، ولسه الكرة وضاغط كباقة وطالع حارس المرمى إسلام محمد وبيمسك على طول حارس المرمى لنادي بلدية المحلة في أحداث هذا اللقاء. ادي أمامنا حارس المرمى لنادي البلدية بيخرج الكرة إلى خارج الملعب، هل في حد مصاب ولا إيه؟ هنشوف. نتمنى السلامة للكل في مباراة اليوم. بالفعل في لاعب من النادي الأهلي كرامب كده، يوسف سيد عبد الحفيظ يعني واقع على ارض الملعب، سلامات يا يوسف، عمل مجهود كبير جدا طبعا، لعيب كبير يوسف سيد عبد الحفيظ. وشفنا طبعا كابتن سيد عبد الحفيظ اللي كان متواجد ايضا النهارده في ملاعب النادي الاهلي وفي هذا اللقاء تحديدا، يعني كل قبل المباراه كان بيسلم عليه، وواحد من ابناء النادي الاهلي المخلصين وواحد من انجح مديرين الكوره في تاريخ النادي الاهلي كابتن سيد عبد الحفيظ، اللي لو يعني استمرينا في الكلام عنه لنهايه المباراه مش هنديه حقه، واحد من النجوم الكبار ودايما بيتواجد في بيته وفي مكانه النادي الاهلي. ادي بعض الاعادات للاهداف اللي شفناها النهارده في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء، ويعني اللاعب عمر سيد معوض اللي امام حضراتكم 7 أهداف النهارده، 7 أهداف النهارده. مخرجنا بقى الاستاذ محمد الدكروري يعني هيتعب من الاعادات. ادي امامنا يوسف سيد عبد الحفيظ، سلامات يا يوسف ان شاء الله يكون سليم. وهل هيبدل؟ شايفين الكابتن علاء عبده وفي لاعب من النادي الاهلي بيستعد للنزول، اللاعب حسام عادل
حسام عادل اهو هينزل مكان يوسف عبد الحفيظ. كابتن علاء عبده قال لك مش مشكله بقى، هو خلاص النتيجه 7 والراجل حتى ولو قادر ان هو يكمل مفيش مشكله ان احنا نريحه. يوسف جمال هيرتدي شاره القياده وهينزل حسام عادل للنادي الاهلي. حسام عادل بينزل اهو، حسام عادل لاعب النادي الاهلي، وبنلعب في دقيقه 88 من عمر واحداث هذا اللقاء، والاهلي اصبح 7 وبلديه المحله لا شيء، نتيجه كبيره جدا طبعا. ولكن اللي شاف المباراه وتابع معنا المباراه من اولها هيشوف ان النادي الاهلي لعب مباراه جيده جدا واستحق هذه النتيجه حتى الان، بل بالعكس الاهلي كان ممكن يسجل اهداف اكتر. يعني في بعض الفترات كده حارس المرمى اسلام محمد تصدى لبعض الكرات تحديدا من اللاعب فارس خالد، ترجع الكوره، ادي كوره في وسط الملعب وانطلاقه وملعوبه اماميه للنادي الاهلي. وعبد الرحمن عماد يقطع، عبد الرحمن عماد اللي ايضا كان نزل في اشوط تاني للنادي الاهلي، تلعب الكوره. احمد وحيد بيلعب الكوره لكباكا، ادي كباكا يا ولد العيب يا ولد العيب، عدى حلو قوي كباكا ولعب الكوره هناك ناحيه اليمين. يوسف معوض، عمر معوض، عمر معوض، عمر بيلعب الكوره، وادي انطلاقه حلوه قوي من محمود وحيد وكره خطره جدا. سيف ايمن، سيف ايمن في تسلل، في تسلل، في تسلل على اللاعب سيف ايمن لاعب النادي الاهلي رايو صفاره. كابتن احمد عبد الغني المساعد الثاني لكابتن هيثم عثمان، ومعاهم خالد حسام طه طاقم التحكيم لمباراه اليوم، عاملين ماتش جيد جدا حتى الان. المباراه يعني كانت سهله عليهم واحتسب ركله جزاء للاعب محمد عبد الله حكم اللقاء هيثم عثمان، ولكن ركله جزاء شفناها اكثر من مره، ركله جزاء صحيحه 100% للنادي الاهلي، كان سجل منها اللاعب محمد رأفت الهدف الرابع في مباراه اليوم. ترجع الكره مره ثانيه، هذه كره في وسط الملعب ملعوبه من اللاعب حسام عادل لكباكا اللي بيفتح الملعب هناك ناحيه اليمين ليوسف، يوسف جمال، ترجع ليوسف مره ثانيه، ثلاث اربع نقلات كده احمد وحيد، وادي يوسف جمال بيلعب الكره الاماميه. يا سلام على النقلات وعلى الفنيات وعلى الحاجات الحلوه اللي بيقدمها لاعبي النادي الاهلي النهارده يوسف جمال، انما الكره اسرع منه وطلعت وبقت رمي التماس للنادي، لنادي بلديه المحله من ناحيه الشمال. رمي التماس لبلديه المحله من ناحيه شمال مشاهدينا الاعزاء، متابعينا في كل مكان مشاهدي شاشه قناه الاهلي. وصلنا خلاص بنلعب في العشر دقائق الاخيره من عمر احداث اللقاء، الوقت الاصلي، والنتيجه الاهلي 7 بلديه المحله لا شيء في مباراه اليوم. ركله حره للاعبي البلديه اللي خلاص بيحاولوا يضيعوا بعض الثواني وبعض اللحظات لان النتيجه كبيره عليهم طبعا، ولكن نتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله في قادم الجولات. عندهم برضو بعض العناصر المميزه، مباراه طبعا كانت صعبه عليهم النهارده امام النادي الاهلي اللي حقق ارقام قياسيه كبيره جدا في الموسم الماضي في دوري الجمهوريه، وبادي بدايه يعني متميزه جدا بسم الله ما شاء الله كده في هذا الموسم. تعود الكره ناحيه الشمال للنادي الاهلي، عبد الرحمن عماد بيفتح الملعب، واحده والثانيه كده ملعوبه من قبل لاعبي النادي الاهلي ناحيه شمال سيف ايمن، سيف بيلعب الكره الاماميه واحده والثانيه كده انما الى خارج الملعب طلعت وبقت رامي التماس. حسام عادل تتلعب الكوره على طول من سيف ايمن لوحيد بيلعبها في وسط الملعب لكباكا، شوف الاستلام وشوف وجه القدم، الراجل ده بيلعب بوش رجله كل حاجه يعني ما شاء الله عليه. ادي انطلاقه حلوه، وادي بقى يا ولد يا ولد يا ولد، حلوه حلوه من عمر سيد معوض في اللقطه اللي فاتت دي، استغل بقى المهارات وعدى بشكل متميز وسدد كده، ولكن الكره تصطدم بمدافع نادي بلديه المحله اللي وقع على ارض الملعب من شده وقوه الكره في اللقطه الماضيه مشاهدينا الاعزاء. نتمنى له السلامه طبعا. وركله ركنيه للنادي الاهلي من ناحيه اليمين، انما تصويبه كانت قويه جدا من النجم بقى عمر سيد معوض. لاعب محمد حمدي لاعب نادي بلديه المحله قام الحمد لله سليم اهو، وركله ركنيه للنادي الاهلي من ناحيه اليمين، تتلعب على طول عرضيه وعاليه ومعديه ومحاوله النادي الاهلي اللي كان سجل من ركله ركنيه عن طريق اللاعب محمود وحيد. ادي كره مره ثانيه يوسف جمال، عدى وماشي من ناحيه اليمين، عدى يوسف ولحق الكره وعمل مجهود كبير عليها، وترجع الكره مره ثانيه حسام عادل وتصويبه انما الى خارج الملعب طلعت وبقت ركله مرمى لنادي بلديه المحله في مباراه اليوم. ركله مرمى للبلديه، وادي امامنا بقى اللاعب حسام عادل وتصويبه في اللقطه الماضيه، ولكن تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى ركله مرمى لنادي بلديه المحله. مشاهدينا الاعزاء في كل مكان، متابعينا والاهلي اللي متقدم 7-0 على البلديه. ركله مرمى لاسلام محمد حارس مرمى نادي بلديه المحله.
بتتلعب على طول اماميه عاليه وترجع الكره من محمد رأفت بيلعبها حلوه في اتجاه سيف ايمن، وتعود الكره مره اخرى لكباكا اللي بيلعب كره بينيه اماميه كده ملعوبه في اتجاه اللاعب سيف ايمن، انما على طول مقطوعه. كابتن علاء عبده بقى المدير الفني قال لك ادي اكبر قدر ممكن من الفرص للاعبين النهارده اللي كانوا متواجدين على مقاعد بدلاء انهم يشاركوا في المباراه وفي هذه المنظومه المتميزه. يعني في هذه المنظومه المتميزه ادي امامنا الكابتن علاء عبده واحد من النجوم الكبار، والحقيقه بنوجه له كل التحيه وكل الشكر على يعني الاداء الكبير والجميل اللي عامله في الموسم الماضي وايضا في بدايات هذا الموسم، وننتظر المزيد طبعا من هؤلاء اللاعبين وهؤلاء النجوم اللي طبعا بالتاكيد جماهير النادي الاهلي دلوقتي قاعده ومطمنه على مستقبل النادي في قطاع الناشئين ان شاء الله. ادي كره ملعوبه حلوه قوي، ادي عمر معوض يا ولد العيب بيلعب كره بينيه حلوه وخطر وممكن بقى حسام عادل وترجع لرأفت والهدف الثامن، الهدف الثامن لمحمد رأفت لاعب النادي الاهلي. 8 الاهلي لا شيء بلديه المحله في مباراه اليوم، 8 الاهلي لا شيء بلديه المحله في مباراه اليوم، افتتاحيه دوري الجمهوريه مواليد 2005 وما اجملها من بدايه. دي بدايه حلوه قوي، وادي بقى التصويبه من حسام عادل ترجع لمحمد رأفت. شوف الراجل اخذ الكره من مره واحده، هدف حلو قوي خلي بالك. اللاعب ده سجل هدف من ركله جزاء ورجع وسجل مره ثانيه بشكل متميز جدا لاعب محمد رأفت، علشان تبقى النتيجه الاهلي 8 بلديه المحله لا شيء، بلديه المحله لا شيء 8 الاهلي في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء. وبدايه جيده جدا جدا لفريق الاهلي 2005 وللمدير الفني كابتن علاء عبده. الحقيقه متعونا النهارده، هل يقدروا يسجلوا اهداف اخرى؟ جماهير الاهلي طماعه طبعا، تحب طبعا الانتصارات وتحب الاهداف، واللعيبه بتوع الاهلي شوف على الرغم من انهم كسبانين 8 انما بيضغطوا بسرعه وبيحاولوا يجيبوا كره سريعه من لاعبي نادي بلديه المحله. شيء جميل جدا اللي بيحصل في ارض الملعب اللي امام حضراتكم ده، وحرص كبير جدا من لاعبي النادي الاهلي على اضافه المزيد من الاهداف في مباراه اليوم، ودي حاجه كنا بنفتقدها في اللاعب المصري بصفه عامه، يعني انك تكون حريص دايما على انك تسجل. يعني اي حد في الدنيا يقول لك 8-0 خلاص بقى انا اهدي الامور والعب بساط للخلف ومش عارف ايه، انما الراجل الاهلي كان كسبان 7 ودلوقتي بيسجل الهدف الثامن عن طريق اللاعب محمد رأفت اللي امام حضراتكم. شوف حطها حلوه قوي في مكان يعني، والمسافه كانت صعبه قوي على حارس المرمى اسلام محمد ما بينه وما بين اللاعب اللي بينفذ طبعا الكوره وبيسجلها اللي هو اللاعب محمد رأفت. رد الفعل بتاعه صعب، انما هدف للنادي الاهلي، هدف ثامن اللي كنا بنشوفه امام حضراتكم منذ لحظه. مباراه حلوه قوي النهارده الاهلي قدمها، وادي بقى لاعبي بلديه المحله بيحاولوا ان هم على الاقل يعني يوصلوا ويشكلوا خطوره على منطقه جزاء النادي الاهلي. الموضوع بقى صعب عليهم جدا على المستوى النفسي وعلى المستوى المعنوي، نتيجه كبيره، نتيجه 8، فعلشان كده اللعيبه يعني ما عندهاش الدافع بقى ان هي تهاجم، انما ترجع الكره لسيف ايمن بيعدي وماشي سيف وبيلعب كره بينيه حلوه، وادي انطلاقه الوحيد ولكن على طول مقطوعه للنادي بلديه المحله. كره في وسط الملعب كده عند اللاعب محمد ياسر بيلعب كره بينيه اماميه للاعب عبد العزيز اللي كان حل بديلا في مباراه اليوم. واحده والثانيه كده ملعوبه عند اللاعب عبد الله سعد بيلعب الكره ولاعيبي بلديه المحله. ادي الكره ملعوبه مره ثانيه عند اللاعب عبد الله ابو العزم، عبد الله ايضا اللي كان نزل بديل في الشوط الثاني. تتلعب الكره اسامه اشرف، 3-4 نقلات كده من لاعبي البلديه، وادي ابو العزم بيلعب كره عرضيه داخل منطقه الجزاء، وحازم جمال، حازم جمال حارس مرمى النادي الاهلي بيمسك الكره على طول وبيلعب الكره الاماميه العاليه. ما ظهرش اعتقد تماما النهارده حازم جمال حارس المرمى للنادي الاهلي في احداث هذا اللقاء. وادي بقى الكره عند اسلام محمد، حد يشوف اللقطه دي ومن غير ما يبص على النتيجه يقول لك ان اسلام محمد يعني يا متقدم يا متعادل وعايز يضيع وقت، انما هو عايز يضيع وقت علشان النتيجه ما تزيدش، لان نتيجه الاهلي 8 بلديه المحله لا شيء. اسلام محمد كل التوفيق لنادي بلديه المحله، النادي الكبير والنادي اللي بيمتلك قاعده جماهيريه متميزه. تتلعب الكره اماميه واصله ناحيه اليمين، وادي ابو العزم بيحاول يعدي انما على طول مقطوعه الكره للاعبي النادي الاهلي مره اخرى الاهلي، وكره تمر الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رمي التماس من اللاعب عبد الرحمن عماد، رمي التماس لنادي البلديه من ناحيه اليمين هيلعبها اسامه اشرف هيلعب رمي التماس اسامه امام حضراتكم. اسامه اشرف بيلعب الكره الاماميه وترجع الكره مره ثانيه ناحيه اليمين لنادي البلديه، وادي عبد الله مسعد بياخد ركله ركنيه لبلديه المحله
من الجانب الأيمن من ملعب المباراة مشاهدينا الأعزاء. لعب في الدقيقة 88 من عمر أحداث هذا اللقاء، والأهلي أصبح متقدم 8 على بلدية المحلة مقابل لا شيء طبعا. ركلة ركنية لنادي البلدية من ناحية إلين، ركلة ركنية للبلدية. أسامة أشرف رايح علشان ينفذ. أسامة أشرف لاعب نادي البلدية هيلعب بالقدم اليمنى الركلة الركنية أمام حضراتكم. أسامة أدي أمامنا، أسامة بيلعب الكرة العرضية العالية وخطرة جدا، ولكن بيطلع دفاع النادي الأهلي وترجع الكرة مرة أخرى. شوف بقى سيف أيمن بيستلم، هل نشوف بقى هجمة مرتدة أقل لمسات في أسرع توقيت؟ بيحاولوا ينفذوها لاعبي الأهلي، إنما لاعبي البلدية رجعوا وترجع الكرة الوحيد بيلعبها إلى سيف أيمن. مهارة سيف بقى بيعدي وماشي وبيلعب الكرة إلى محمود وحيد. شفنا اللامركزية في الأداء النهاردة، شوف محمود وحيد كان فين. وادي كباكا بيلعب الكرة المرة دي بباطن القدم، ترجع الكرة، وادي بقى الكرة العرضية من يوسف جمال إنما عالية وإلى خارج الملعب وطلعت وبقت ركلة مرمى لنادي بلدية المحلة في مباراة اليوم. مجهود كبير طبعا بيبذل من الطاقم هنا لقناة النادي الأهلي والناس في قناة النادي الأهلي من أجل يعني ان انتوا حضراتكم تشوفوا المباريات دي بالشكل الجيد ده وبالصورة الجميلة والريزوليوشن المتميز، فالحقيقة لهم كل الشكر والتقدير، وكل ده في سبيل إسعاد جماهير النادي الأهلي. تغطية بقى جميع الألعاب على قناة النادي الأهلي، سواء الناشئين سواء الفريق الأول سواء الألعاب الأخرى من كرة قدم وسلة وطايرة وغيره وغيره من البطولات والألعاب التي تنقل عبر شاشة قناة الأهلي والقائمين على قناة النادي الأهلي. ركلة مرمى لصالح نادي بلدية المحلة في أحداث هذا اللقاء مشاهدينا الأعزاء. خلاص اللعيبة يعني فقدوا الأمل، أدي فرصة، أدي بقى قصة الهدف الثامن، أدي قصة الهدف الثامن والتصويب من اللاعب حسام عادل والنهاية السعيدة للاعب محمد رأفت وحطها حلوة قوي. تتلعب الكرة أمامية عالية وتوصل مرة تانية في وسط الملعب كده للاعبي بلدية المحلة، والكل بينتظر بقى صافرة النهاية. أدي الكرة تتلعب، خلاص بنلعب في دقيقة 90 من عمر وأحداث المباراة. الدقيقة 45 من الشوط الثاني، أدي انطلاقة من ناحية اليمين. معوض عمر بيعدي، عمر سيد بيلعب الكرة العرضية، خطرة محمد رأفت. يا ولد لفها حلوة قوي محمد رأفت، لف وسطه بشكل متميز جدا ولعبها وعدت كده فوق المقص اليمين للحارس إسلام محمد، النهارده بقى الكابتن أسامة حسني والكابتن محمد حشيش ودكتور أحمد ثابت عندهم كلام كتير حلو جدا يقولوه، وعندهم لقطات يعيدوها، وعندهم مهارات وفنيات وتحركات وحاجة زي الفل النهارده. يعني وجبة كروية دسمة قدمه لنا لاعبي النادي الأهلي مواليد 2005 في مباراة اليوم. بتتلعب الكرة أمامية عالية وتوصل الكرة في وسط الملعب لوحيد، إنما على طول مقطوعة لنادي البلدية، وادي كرة طولية توصل هناك ناحية الحارس بقى حازم جمال. ادي حازم جمال حارس مرمى النادي الاهلي، حازم جمال بيلعب الكره الاماميه توصل مره اخرى مشاهدينا الاعزاء للنادي الاهلي. وادي الهجمه السريعه، حسام عادل، حسام بيعدل على شماله وبيلعب الكره هناك ناحيه الشمال عند اللاعب محمود وحيد. محمود بيلعب كره عرضيه وياخد منها ركله ركنيه للنادي الاهلي، وبنلعب في الدقيقه الاولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع لاحداث الشوط الثاني والمباراه، ونتيجه كبيره للنادي الاهلي على بلديه المحله 8 لا شيء. ركلة ركنية للنادي الأهلي، هل نشوف هدف تاسع في مباراة اليوم؟ دايما الكل بيطمع كده في انه يزود الحصة التهديفية. وادي الركلة الركنية للنادي الأهلي من ناحية الشمال، بتتلعب على طول عرضية عالية وخطرة، ولكن بيطلع حارس المرمى ولسه الهجمة، عمر سيد ترجع الكرة مرة تانية داخل منطقة ومحاولة مرة أخرى، ولكن بيطلع بقى المرة دي دفاع نادي بلدية المحلة. وادي الانطلاقة من ناحية الشمال للبلدية وبيقابل عمر، هنا مع اللاعب عبد الله سعد بيستلم عبد الله سعد، ولكن بيخرج بالكوره الى خارج الملعب وتطلع وتبقى رمية تماس للنادي الاهلي من ناحيه اليمين. شايفين كابتن علاء عبده بيتكلم مع عمر سيد معوض اللي بيلعب رمية تماس، وتتلعب على طول الكره مره ثانيه توصل في وسط الملعب. استلام من احمد خالد كباكه بيعدي وماشي وبيلعب الكره لمحمد رأفت. محمد رأفت بيفتح الملعب ناحيه شمال عند اللاعب محمود وحيد. محمود وحيد يتقدم وماشي، محمود وحيد وبيلعب كره بينيه حلوه للاعب حسام عادل. حسام عادل بيلعب الكرة في الخلف مرة أخرى لمحمد رأفت، محمد رأفت بيمرر على طول، ثلاث أربع نقلات للأهلي وفرصة حسام عادل، هل نشوف هدف تاسع؟ أدي حسام عادل بيحاول، وأدي الكرة ملعوبة من
اللاعب يوسف جمال توصل هناك ناحيه الشمال عند محمود وحيد، عدى محمود وحيد وماشي ولعب كره على حدود المنطقه، ومحمد رافض بيلعب كره عرضيه، بيلعب كره عرضيه خطيره انما توصل الى اسلام محمد حارس مرمى نادي بلديه المحله في احداث هذا اللقاء. اسلام محمد بيمسك كورته اسلام حارس مرمى نادي البلديه في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء. بنلعب في الدقيقه الثالثه من الوقت المحتسب بدلا من الضائع لاحداث الشوط الثاني، كل الانظار تتجه ناحيه كابتن هيثم عثمان حكم هذا اللقاء. وادي بقى الانطلاقه لزعلوك بيلعب كره بينيه، حسام عادل بيلعب كره حلوه، كره حلوه داخل المنطقه وسيف ايمن عدى وفرصه، فرصه كان ممكن يلعبها بالعرض، كان ممكن يلعب الكره عرضيه للاعب عمر سيد معوض اللي كان هيبقى في وجهه لوجه مع الشباك، انما سيف ايمن قال لك اسجل انا، ولكن اسلام محمد قفل الزاويه بشكل متميز جدا ومسك الكوره. هنا بقى اللقطه دي اكيد كابتن علاء عبده هيتكلم مع اللعيبه عليها. لما تشوف زميلك في بوزيشن وموقع متميز يعني تلعب له الكره بشكل افضل يعني، انما مفيش مشكله قال لك اجرب انا، نتيجه كبيره 8 يعني. ادي انطلاقه عمر سيد معوض ناحيه اليمين، عمر سيد معوض بيعدي عمر وبيلعب كره بينيه حلوه قوي، حسام عادل، حسام عادل، حسام وتصويبه من حسام انما تخبط في الدفاع وتعود الكره مره ثانيه للنادي الاهلي على حدود منطقه الجزاء. حصار اهلاوي والاهلي حريص على انه يسجل هدف تاسع في مباراه اليوم، وكان النتيجه يعني الاهلي متقدم بنتيجه قليله علشان كده عنده يعني الطموح ان هو يسجل اهداف اخرى، ولكن لا دي ده 8 النادي الاهلي، ولا زال الاهلي برضه بيهاجم وبيحاول يسجل اهداف اخرى في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء. وادي انطلاقه حلوه من ناحيه اليمين، عدى الراجل وماشي ولعب الكره البينيه حلوه لعمر معوض، عمر معوض بيلعبها، وادي المحاوله من ناحيه اليمين ومرور بشكل جيد، مرور حلو قوي، وحسام عادل، حسام يلا يا حسام، حسام كان ممكن يسجل هدف التاسع، انما اسلام محمد ايضا يواصل التالق، لازم نديله حقه. وادي تصويبه مره ثانيه يا ولد يا اسلام يا محمد، يا سلام يا اسلام يا محمد، الحقيقه نجم المباراه من جانب بلديه المحله هو حارس مرماهم النهارده على الرغم من النتيجه 8 لا شيء، على الرغم من النتيجه 8 لا شيء. واديك شايف عزيزي المشاهد اللقطه الماضيه والتصويبه من اللاعب امامنا يعني يوسف جمال، ولكن الكوره الى خارج الملعب، كره يبدو انها اصطدمت بالقائم انما الراجل كان رايح معاها، وقبلها كان مطلع كره حلوه حارس المرمى اسلام محمد حارس مرمى نادي بلديه المحله في مباراه اليوم اللي تصدى لاكثر من هجمه للنادي الاهلي وعمل ماتش حلو. ادي امامنا اسلام محمد حارس مرمى نادي البلديه، وبنلعب في الدقيقه الخامسه من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، هي لحظات قليله، وحكم اللقاء هيثم عثمان. ترجع الكره مره ثانيه للنادي الاهلي ناحيه الشمال، استلام من اللاعب محمود وحيد بيلعب الكره في وسط الملعب، وفي هذه اللحظات هيثم عثمان مشاهدينا الاعزاء ينهي هذا اللقاء المتميز والجميل، والنتيجه الكبيره التي حققها النادي الاهلي بقياده علاء عبده مواليد 2005 في مستهل وافتتاحيه دوري الجمهوريه مواليد 2005 بثمان اهداف للنادي الاهلي على بلديه المحله. الى مزيد من الانتصارات والافراح للنادي الاهلي مشاهدينا الاعزاء تقبلوا تحياتي، كنت معكم المعلق الرياضي تامر عبد السلام، والى ان نلتقي في مباريات اخرى قادمه تقبلوا مني كل التحيه.